الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، أستاذ مساعد طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسكو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم العيون، بس أنا خليني أقول لكم كم حاجة كده الأمهات ياخدوا بالهم منها قوي عشان عيون أطفالهم. أول حاجة، الست أرجوك ما تحطيش أي مادة كيميائية في عين الطفل حديث الولادة. حاجة تانية، أرجوك ما تحطيش كحل في عين الطفل أو بصل في عين الرضيع. أنا ما أعرفش مين ممكن يحط عصير بصل في عين الرضيع. طبعا ما تحطوش بصل، يعني حطوا عصير بصل، ما أعرفش هل دي موجودة ولا دي، يعني أنا كان بين لي بيقول لي ده بيحطوا عصير بصل، يخرب بيوتهم، عصير بصل إيه؟ كمان أرجو بقى من الناس الكبار ما تمدش إيدك على وش الواد، مش تقعد بقى يا أختي حلوة يا أختي جميلة وتقعد تعمل له كده. أرجوك ما تحطش إيدك في عينه تقول منظفها له كده مثلا، أنا شايف إن عينه، لا أرجوك ما تعملش الحركة المجنونة دي. كمان التزمي بالقطرة، القطرة اللي اكتبها لك الدكتور التزم بيها، والقطرة ليها التزامات خاصة، لازم تحط في حتة معينة، ما ينفعش أي حد يحط منها تاني، ليها اكسباير ديت. بلاش القطرة اللي من 2012 اللي لسه لغاية دلوقتي بتحطيها في عين الواد، يعني في ناس كده، يعني في ناس بتستهبل قطرة مثلا بقى لها سنتين ثلاثة. أرجوكي ما تخليش الواد يقف عينه في إضاءة يعني ما تاخديش الواد مثلا انه تطلعي معزومة. ده أنا مرة شفت منظر، يعني حاجات غريبة بتحصل، ناس جايبة أطفال رضع في حفلات، حفلة شايلة الواد وفي الحفلة، والإضاءات في الحفلة بقى ساطعة. تعرفين الحفلات فيه البتاعات اللي بتلف والليزر والحاجات المجنونة دي، حاجات دي خطرة جدا على فكرة، يعني مش شرع الإضاءات الليزر والأوفر ده أوفر جدا جدا وخطر على العين، وجايبة الواد معاها والواد عمال يتفرج، والواد عمال طبعا عينه الليزر عمال يخبط في عينه. أرجوكم هذا خطر داهم. النهاردة موضوع مهم جدا هقول لكم هو ايه، بس الاول ارحب بضيفتي التي تبدع دائما بنسمع منها كلام اكاديمي على ارقى مستوى، كلام ملتزم ملتزم من الناحيه العلميه طبعا، اكيد اكاديميه لازم نسمع منها هذا الكلام لما يكون من يعني اكاديميه في كليه الطب، لازم نسمع كلام اكاديمي طبقا للكتاب. ضيفتي العزيزة الأستاذة الدكتورة نرمين البدوي، استشاري طب وجراحات العيون، والأستاذ المساعد لطب وجراحات العيون وصاحب الدكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون والجمعية الأمريكية لطب وجراحات عيون الأطفال والحول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. أهلا بيك دكتورة نرمين. أهلا بيك دكتورة. النهاردة عندنا موضوع مهم جدا اسمه الرقرقة أو نستجمس. ايه هي الرقرقه العين، هزه العين؟ بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، هي يعني نقدر نسميها هزه العين. الرقرقه او النستاجمس زي ما حضرتك قلت هو عباره عن حركات متكرره لا اراديه بتحصل للعين في اتجاهات ثابته ولا يمكن التحكم فيها. يعني ان احنا بنشوف بني ادم زي ما احنا شايفين كده عينه طول الوقت بتتهز، سواء من اليمين للشمال أو من فوق لتحت أو بطريقة دائرية، هي مجموعة من الحركات اللا إرادية المتكررة التي تصيب العين. دي منذ الولادة ولا ممكن تحصل؟ بتعتمد على إمتى المؤثر حصل، وهل المؤثر ده هو مثلا خلقي ولا نتيجة إصابات حصلت في سن كبير. يعني طبيعة هي ممكن تحصل طبعا في الشهور الأولى من العمر، لكن برضو هي ممكن تحصل لحد في سن كبير لو حصلت إصابات مثلا للجهاز العصبي أو نتيجة تناول نوع أنواع معينة من الأدوية أو من المخدرات، ممكن تسبب أن هذه الرقرقة تحدث. إيه يعني إيه رقرقة فسيولوجية؟ الرقرقة الفسيولوجية أن نفس المنظر اللي احنا شايفينه ده
بس يحصل نتيجة لسبب طبيعي في عين طبيعية، بمعنى إن هو ليس مؤشر ولا هو عرض لمرض. بمعنى إن مثلا لو إنسان قاعد بيبص في قطر وعمال يبص على عواميد النور، هو طبيعي عينه هتبص على عمود وتسيبه وبعدين تتهز تبص زي المنظر اللي احنا شايفينه كده، تبص على العمود اللي بعده وتسيبه واللي بعده وتسيبه. دي حاجة غير إرادية وما يقدرش البني آدم يتحكم فيها، لكن بتدل على إنه شايف الشيء ده. علشان كده احنا بنستخدم هذا النوع من الاهتزازات إن احنا نكتشف مثلا إن طفل عندنا بيشوف أو مش بيشوف. لو احنا جبنا اللي بنسميها الأوبتوكاينيتك درام دي أو الطبلة الدوارة دي ولفناها قدام طفل، احنا مش متأكدين الطفل ده عنده القدرة على الرؤية ولا لأ. لو عينيه ابتدت تتحرك مع خطوط الطبلة دي، ده معناه ان الطفل ده بيشوف. بنزود العرض أو الحجم بتاع الخطوط دي وبنقلله، بيدينا كمان فكرة عن ايه مقدرته على الرؤيه، زي الفيجوال اكيتي، زي الشارت اللي احنا بنشوفها، العلامات اللي بنقول يمين شمال فوق. الطفل ما بيتكلمش، الطفل مش هيتكلم، مش هيقدر يعبر ولا هيفهم احنا بنقول ايه. لكن لو قدر يشوف الخطوط دي لغايه عرض معين او رفع معين، ده بيدلنا على قدرته على الرؤيه. في ناس مثلا بيدعوا في حالات معينه ان هم ما بيشوفوش او بيدعوا العمى. لو احنا حطينا قدامهم حاجه زي كده ويعني ابتدت تتحرك قدامها، ده معناه ان هو شايف ان هو الزعيم عادل امام في فيلم اسمه المتسول مثلا. فانت لا كده بدام، انت عينك مش هتتحرك الا لما تبقى شايفه. الفنان الجميل سيد زيان الله يرحمه ويحسن اليه، راجل عظيم جدا. سيد زيان في الفيلم ده كان بيمثل دور جميل قوي، يعني اللي هو زعيم الشحاتين. قال لك انا هخليك يعني هخليك ايه، ابن ناس، شحات ابن ناس، اللي هو اللي مش شايف. طبعا القصة دي ان انا اعرف ان ده بيدعي، هو طبعا كان بيدعي، ما كانش بيشوف، كان بيشوف يعني. فهي ده اللي بنسميه الفسيولوجيكال او الرقرقة الطبيعية. في مثلا اي بني ادم طبيعي لو بص على اطراف مجال الرؤية بتاعه، لو جاب العين للاخر خالص، هنلاقي ان عينه بتتهز شوية. يعني لو أم لقت أن الطفل عينه بتتهز في أقصى اتجاهات عينه، مش اللي هي الرقرقة اللي زي شايفينها، ممكن عينه بتحاول أن هي تركز وترجع تاني، ده شيء طبيعي. في اختبارات إحنا بنعملها للحواس الأخرى مثلا، يعني زي الاختبارات للأذن. إحنا في بنقدر أن إحنا بطريقة معينة بتبقى غريبة شوية، أن بيتحط مية في الودن بدرجات حرارة معينة بتخلي العين تتجه ناحية الودن أو تتجه بعيدا عنها، والإنسان برضو ما عندوش القدرة على التحكم ده، بتدل على أمراض معينة موجودة في الأذن. كل اللي احنا قلناه ده لا يندرج تحت بند الرقرقة المرضية. كل دي رقرقات طبيعية فسيولوجية تحصل لأي إنسان طبيعي لو تعرض لها. إيه بقى الرقرقة المرضية؟ زي ما اسمها بيقول كده، ان هي رقرقة نتيجة لمرض ما. يا اما المرض ده في العين او مرض وراثي او مرض في الجهاز العصبي. بمعنى انه في حاجة اسمها sensory deprivation nystagmus او الرقرقة الناتجة عن الحرمان من المؤثر. احنا عارفين ان عين الطفل قلناها قبل كده كتير مش العين اللي بتشوف الرؤية اللي بيشوفها البالغ. العين دي في مرحلة تطور ونمو في الوظائف بتاعتها لغاية أول سنتين ثلاثة أربعة من العمر، وبالتالي أي مؤثر بيأثر على العين في الفترة دي يا إما بيأثر على وظيفتها أو بيأثر حتى على علاقتها بالمخ. وبالتالي لما بيتم الحرمان من المؤثر، والمؤثر بالنسبة للعين اللي هو الرؤية، النور، الصور اللي هي بتشوفها، والصور هي عبارة عن انعكاسات للنور، فالمؤثر بالنسبة للعين هو يعتبر النور. أي حرمان من المؤثر ده نتيجة لمرض في العين ممكن يسبب الرقرقة. لو في مشاكل في الجهاز العصبي، لو في مشاكل في المخ أو في المخيخ أو في أجزاء الجهاز العصبي، ممكن كل ده يسبب لنا برضو نوع من أنواع الرقرقة. لو إحنا عندنا في مشاكل في الوراثة أو في أنواع من الرقرقة بتبقى وراثية الطفل بيتولد بيها، حتى في منها بتبقى اكس لانكد او مرتبطه بالجنس، تظهر اكتر في الولاد، تظهر اكتر في البنات.
في منها بيبقى سائد، في منها متنحي، لها أسباب كتيرة جدا ممكن تكون وراثية أو تكون لأي سبب من الأسباب اللي احنا قلناها. العين بيشتكي من إيه؟ العين بيشتكي ببساطة باللي هو باللي احنا شايفينه ده، إن في رفة، إن في هزة. الأم بتلاحظ إن عين الطفل أو البالغ بيلاحظ إن عينه على طول مش ثابتة، هو بيشوف الحاجة كمان بتتهز، علشان بقى زي يعني ما قلنا قبل كده إن العين دي عضو بيتطور وبيطور علاقته بالمخ. المخ ما بيتقبلش الصورة المهزوزة دي، وبالتالي ممكن يعمل علاقة تكيفية اللي هي تمنع إن الصورة تيجي مهزوزة. في حاجة عندنا اسمها النال بوينت أو النقطة صفر اللي ما يحصلش عندها رقرقة. يعني مثلا الطفل ده ممكن يبقى بيبص لقدام كده يبقى عنده رقرقة، يبص الجنب ده يبقى عنده رقرقة، يبص للجنب ده يبقى مفيش. فإيه اللي يحصل؟ المخ يعوج الوش كده بحيث ان هو يبقى باصص لك دايما بالجنب اللي فيه النال بوينت او اللي فيه النقطه اللي ما فيهاش الرقرقه دي. دي بتحصل في اتجاهات بقى على حسب اتجاه الرقرقه، سواء هي كانت عرضيه فيعوج الوش الجنب، لو هي سايكلو يعني بتلف العين عماله زي البندول كده عماله، فممكن يعوج راسه. على حسب نوع الرقرقه ممكن تؤدي الى هذه العلاقات التكيفية مع المخ. فممكن يا إما إحنا نشوفها عن طريق انحراف في الرأس أو انحراف في الوجه، أو ممكن تبقى اللي هي نتيجة إن إحنا بنشوف عين قدامنا عمالة تتهز. تنورتي وشرفتي وابدعتي كالعادة. ضيفتي العزيزة الخيمة العلمية المتميزة الاسم اللامع في عالم العيون الأستاذ الدكتور النرمين البدوي، استشاري طب وجراحات العيون والأستاذ المساعد لطب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون، أبدعت في واحدة من حلقتها المتميزة للغاية. يبقى رقرقة العين موضوع مهم جدا وموضوع منتشر، وكثير من الناس والأهالي والأسر ما يعرفوش إن له أسلوب علاجي معتمد ومحترم. كتير جدا بيعيش بهذه الرقرقة، وكتير جدا مستقبلهم بيتأثر بها يعني تأثرا كبيرا. كان زمان قوي قوي كان عندي تلميذة كان عندها رقرقة وطالبة في كلية الطب، واحدة قالت لها الله يسامحها قالت لها انت ازاي دخلت طب؟ يعني يعني كانت الجملة دي يعني هي يمكن تكون بتتفرج عليها تستغرب ان انا فاكر الجملة دي. الجملة دي انا سمعتها من 20 سنة، سنة 2000 قالتها لي البنت. قلت لها ازاي تقول لي كده؟ واللي قالت لها كده دكتور بيحصل، وبيحصل ان هو لو واخد فيسترن معين، لو وشه معوج بطريقه معينه او كده، هو انت بتكلمني وانت باصص لي؟ او لو الناس شايفين الرقرقه دي قدامه وتحس ان هو يعني وانت بتعمل كده لا لا افتكر بياخدوا مخدرات مثلا يعني ما هو الناس وانت في انت مش مركز ولا ايه؟ لا مفيش مخدرات تخلي العين تتهز على فكره، المخدرات بتخلي بؤبؤ العين يتسع صح كده؟ في ادويه ممكن تعمل طبعا في ادويه تخلي بؤبؤ العين، بس في مخدرات تخلي بؤبؤ العين يتسع معروفه مش عايزين نتكلم. تلاقي وقت بتقابل حد جاد تلاقي بؤبؤ العين واسع قوي كده، هو مش محتاج بؤبؤ العين يعني ما هو بيبان عليهم. يا انت نورتيني، ربنا يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوه. اهلا بكم. طبعا نشوف بص الفكر بقى، الناس بره بتعمل عايزين نقلد يعني الحاجات الحلوه ما نقلدش الحاجات الوحشه، بيعملوا افلام صغيره قوي زي ما انتم شايفين كده، مجموعه من الافلام صغيره خالص عشان يعلموا الاطفال ويعلموا المراهقين لا فايده العمل الجماعي. شكلها لطيف، افكارها لطيفه وكلها فاني، وبتثبت في الدماغ ان انت في كل النواحي الناس دي انقذوا بسبب العمل الجماعي. في كل فروع الحياه العمل الجماعي له قيمه كبيره جدا، كل الفروع، في القانون، في الالكترونيات، في التجاره، في الصناعه، في الكوره، في الرياضه، في الطب. الطب بقى كمان العمل الجماعي له اهميه كبيره، وخصوصا في مجال الجراحات. مجال الجراحات وخصوصا مجال جراحات الانوريكتال اللي هي القناه الشرجيه او الشرج وما فوقه، هذه المنطقه نتيجة التطور الكبير اللي حصل في التعامل مع هذه النوعية من الأمراض بأساليب جراحية ليس انفيزيف يعني ما تعملش مشاكل، لأنه كانت المشكلة
عند واحد عنده مشكلة حول الشجرة وليكن هيمورويد وليكن ناسور، هو تخوفه في ثقافته انه خايف يعمل عملية فما يعرفش يتحكم في البراز، لانه سمع انه مش عارف سنة 60 حد دخل عمل العملية دي فحصل له كده، وبقت مشكلة كبيرة وتدخلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية أو الحكايات الشعبية تتدخلها بقى بنوع من التندر على الطب. الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا، ومن ضمن الثقافة أن أنا أتقن فهم قيمة العمل الجماعي، أتقن كمين كمريض، لأن أنا لازم أبقى عارف أنه العمل الجماعي ده هو اللي بيضمن أن التكنولوجيا دي تتنفذ صح. لأن لما أجي أعمل عملية وليكن عملية الناسور فيها تكنولوجيا عالية جدا، فيها ليزر، فيها مناظير عالية الدقة، يعني ذات دامتر أو يعني رفيع جدا، اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير فريق التبريد، كله لازم يبقى مدرب عارف هو بيعمل ايه، والا هيتحول الليزر بدل ما هو نعمه الى نقمه، وهيتحول المنظار الى يوزلس ماتيريال انسترومنت ملهاش قيمه. فعمل الجماعي هو اللي لازم، العمل الجماعي المدرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومه. ده هنتكلم فيه النهارده، وازاي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئه السمعه الى جراحات جميله السمعه، مش حسنه، لا ده جميله السمعه، بدل ما تحولت. يعني ايه سيئه السمعه؟ كانت عمليه يقعد الواحد يقول لك فلان عمل عمليه، قعد شهر اجازه، راحت منه امتحانات الثانويه العامه، ما دخلش امتحان الكليه وما لحقش حتى الدور الثاني. الله الله الله، ليه العمليه ده؟ عمليه يا عم، وقعد ونايم في البيت وما بيخرجش وبتاع. دلوقتي بيعمل عمليه يوم السبت، ثاني يوم الاحد يروح شغله او الاثنين، يرتاح له يوم ولا اثنين حسب، بس برضه القفزه الهائله دي وراها فريق عمل. النهارده حوار ممتع اكيد مع ضيف العزيز اللي بيسعدني اكيد وبيبدع في حواره العلمي، واحد من الناس اللي انا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزياره، هذه الزيارات الرائعه لنقل الثقافه، ضيف العزيز الاسم المتميز، واحد من سوبر ستارز المجال على مستوى الوطن العربي الحقيقه، الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بك دكتور. يا مزاح وحشتني خالص. الله يخليك انت. ايمو كيور الحقيقه يعني اسم الحمد لله ما شاء الله الحمد لله، وكيور حلو قوي، اسم جميل. علاج شفاء الحمد لله. قبل ما ادخل معاك في العمل الجماعي اللي هيدخل معانا او هندخل فيه فائده التطور الكبير، عايزك تكلمني عن ثقافه الناس حول امراض الشرج وفهم اعراضها، انت عارف، انت عارف احنا عندنا في مصر الاعراض بتترجم ساعات غلط. صحيح 100%. الثقافه دي كانت يمكن في جزء من الاوقات معدومه، بدات الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني، وبدات الناس تاخد بالها من الاعراض اللي ممكن تظهر لها، بدات الناس تاخد بالها من هذا المجال. يعني يمكن قبل كده الناس كانت تتكسف، يعني اللي عنده مشكله في الشرج او المستقيم كان يتكسف ويحرج، لما بدات الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف ان في دكتور بيتكلم في الحكايه، وبدل الدكتور يبقوا اثنين وثلاثه وعشره، بدات يبقى في ثقافه، بدات الناس تعرف انه مش لازم نتكسف، مش لازم يبقى عندنا خجل ابدا من ان احنا عندنا مشكله في الشرج. الشرج جزء من الجهاز الهضمي زيه زي اي حته في جسمنا، اذا تعبنا لابد ان احنا نتعالج صح. يعني الحمد لله بدات الناس تاخد بالها من الاعراض. هذا العلم او هذا الجزء من الجراحه، جراحه الشرج والمستقيم، الاعراض متشابهه. يعني لو واحد عنده هيمورويد، لو واحد عنده بواسير، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده شرخ الشرج، اعراضه قريبه شويه من اللي عنده ناسور، اعراضه قريبه بعد الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان وداخل المستقيم. يعني هنا يجي دور الدكتور انه يقدر يفرق ما بين كل حاجه. هنا يجي دور زي ما حضرتك اتكلمت من شويه، فريق العمل. فريق العمل ده مش بس دكاتره وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده، فريق العمل ده عباره عن جراح، وعباره عن راجل بتاع باثولوجي يقدر يشوف اذا كان في حاجه في التيشو ده ولا لا، عباره عن واحد بتاع مناظير يقدر يورينا حاجات كويسه، مهندس يقدر يستخدم على الاجهزه الجديده. الحقيقه ان فريق العمل ده زي ما حضرتك اتكلمت من شويه حاجه عظيمه جدا. عن نفسي انا اتعلمت الحكايه دي، انا اشتغلت شويه في المانيا في جامعه اسمها اليزابيث كولن في كولن في المانيا. اتعلمت هناك يعني ايه فريق عمل، ان الجراح بيجي يشتغل العمليه بتاعته حواليه 10 بيساعدوه، حواليه واحد بتاع تخدير شاطر قوي، حواليه واحد بتاع مناظير شاطر قوي، حواليه ممرضه شاطره فاهمه هي بتعمل ايه، مساعد شاطر جدا بيوريه. يعني قرار ما بقاش قرار فردي، بقى قرار جماعي، وفي الاخر كل ده بيروح ناحيه المريض الحقيقه. يعني الاعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمه الناس للعرض، يعني
ناس تقلق امتى تعرف ان ده عندي كذا؟ يعني خلينا نقول ان جنرال كده، اذا كان عندنا مشكله في الشرج والمستقيم هتتمحور حوالين 5-6 اعراض. اذا كان مريض عنده بليدنج بريكتم، اذا كان مريض بينزف دم، اذا كان الدم ده لونه احمر فريش كده يبقى جاي من القناه الشرجيه السفليه او من الجزء السفلي من الجهاز الهضمي، ما لحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حاجه. اذا كان الدم ده لونه مغير شويه، اذا كان الدم ده متجلط، اذا كان الدم ده لونه دارك ريد زي يبدا يعلى شويه، فبدا ياخد وقت شويه لحد ما ينزل. بعد شهر مثلا الناس اللي عندها كبد او حاجات زي كده يبقى حاجه اسمها ميلينا مثلا، انه بينزل دم لونه اسود خالص. يعني من اهم الاعراض اللي بنشوفها هو الدم. اذا كان عندك دم مرض دم بينزل من الشرج او المستقيم دي علامه خطر، لانه قد يكون عندك بواسير شرجيه مثلا. بواسير هي اوعيه متمدده حوالين الشرج زي الاورده اللي في ايدينا دي، لكن منفوخه شويه قد كده، فيبقى جدارها رقيق. لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجع خابط فيها رجع منزل نقطتين ثلاثه دم. لكن في حته حلوه قوي في الحته دي، يقول لك الدم ده بيجي مع دخول الحمام، ولا وانت قاعد كده تلاقي دم نازل، لانه يفرق جدا. الدم اللي يجي مع دخول الحمام اثناء الستول باسنج او اثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد، يعني 100% بواسير شرخ شرجي حاجات زي كده. لكن الدم اللي ملوش سبب، يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجاه لقى دم نازل من القناه الشرجيه، احيانا مش عايز برضو نخض الناس، لكن احيانا بيبقى اعراض لامراض دمها تقيل شويه زي السرطانات وحاجات زي كده. فاول حاجه المريض ياخد باله منها الدم. اذا كان بينزل دم من فتحه الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي، ارجوك خلي الدكتور ياخد باله منك لانه مش ده العادي. تاني حاجه الالم. الالم اذا كان الالم مع دخول الحمام، يعني واحد بيدخل حمام يجيله وجع شديد او حاجه، اغلب الظن يبقى عنده شرخ شرجي، لان البواسير مرض غير مؤلم. يعني لو واحد عنده بواسير عاديه كده هل يتالم؟ لا ما يتالمش، ويكتبوا في الكتب عليها اسيمتوماتيك، يعني ملهاش اعراض. طب امتى بقى يبقى عنده بواسير وعمال يتوجع؟ اذا حصل عليها بعض المضاعفات زي التجلط مثلا، فيسموها ثرومبوزد بايل، بواسير متجلطه، او مثلا بيبدا درجتها تزيد من الدرجه الثانيه للثالثه، فتبدا حاجه تخرج بره فيبقى مخنوقه شويه فيبقى متوجع. لكن البواسير ما بتوجعش، توجع اذا حصل عليها بعض المضاعفات، وده علامه تستدعي ان الواحد ياخد باله اكتر. غير الالم الافرازات، اذا كان واحد عنده ديتشارج، ربنا يخلقنا الحته دي دراي، يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فتحه الشرج، ما يحسش ان في افرازات، ما يحسش ان في ميه، ما يحسش ان في حاجات لونها اصفر ولا اخضر ولا كلام زي كده. اذا في ديتشارج في حاجه مش مظبوطه. نروح بقى ونيجي في الديتشارج ده نقول انه قد يكون سببه نسور شرجي، وده الاشع يعني. قد يكون سببه مش نسور خالص، حاجه اسمها بروكتايتس. بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم، والمريض ساعتها ينزل ميوكاس ديتشارج، يعني وكان حاجات لزجه كده او حاجه. الاعراض متشابهه، اللي عنده بواسير ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده شرخ شرجي ممكن يبقى عنده وجع وعنده دم وعنده افرازات، اللي عنده نسور نفس الكلام، اللي عنده بعض الشر ورم خبيث داخل المستقيم ولا حاجه ممكن يبقى عنده نفس الكلام. مين يقدر يشخص؟ الدكتور وشطاره التكنولوجيا الجديده. بنيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحاله، ايه التكنولوجيا اللي قدمت؟ يعني ازاي الليزر قدم حلول؟ ازاي المناظير دخلت؟ ايه التطور اللي حصل في المنطقتين دول؟ شوف احنا كانت الجراحات القديمه لمجال الشرج والمستقيم ده، خلينا في الشرج كمان خصوصا، يعني تعتمد على القطع. عندك بواسير شيلها، اعمل جرح مش مهم. عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كام غرزه مش مهم. عندك نسور شرجي اقطع مش مهم. صحيح كانت حاجات، يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر فيه تكنولوجيا عظيمه. يعني الناس اللي قبلنا الاساتذه ناس افاضل، ويعني يعلمونا كل حاجه الحقيقه، يعني وما زلنا يعني نشيلهم فوق دماغنا. لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن فيه تكنولوجيا زياده، في مهندسين شاطرين، في شركات عظيمه، في مصانع بتعمل حاجات عظيمه، في ليزر. قبل كده ما كانش فيه، فالناس يعني كانت هتعمل ايه؟ لكن اللي ناخده على الناس شويه انه خلاص بقى، يعني بقى في حاجات جديده. البواسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين ثلاثه يتعالج منه، بقت تتعمل في 5 دقائق. المشكله مش هي في العلاج، المشكله كان بيعمل النوع ده من الجراحات، كانت مصر كلها بتعرف. اه بالظبط، انه غاب بقاله شهرين، هو راجل استسلم وبدا يتكلم. بالظبط، وكانت كل حتى الدراما والافلام والحاجات دي تقعد تضحك على المرضى. في فيلم جميل بتاع فنان الكوميدي الظريف جدا الاستاذ ايمن، ايوه عمل مشهد رائع عن البواسير بتاع وديع. يا وديع بالظبط، عمل بواسير يعني بكل ما اتفرج على، هو ايمن مبدع الحقيقه ودمه خفيف، فما بتفرج على المشهد ده، مشهد طبي طبي طبعا. طبي. وبعدين يعني في مستشفى خاص وعملها،
طب في مفيش كلينيكال؟ لا مفيش. ايوه لا صعب جدا. الطلبه اللي داخلين وبيعملوا اكزامينيشن صعب. محدش بيعمل كده طبعا في المستشفيات يا جماعه. صحيح. هو اتعملت بفانتازيا يعني. بالظبط. لكن تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود. زي ما اقول لك كنا بنقطع البصيل بقينا بنكويها فالامور تنتهي، كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقينا بنكويه فالامور. كنا لما المريض يبقى عنده شرج ضيق شويه، عنده فانكشنال سبازم، لازم نقطع الانترنال سفنكتر زمان، ما بقيناش نقطعه، بقينا نعمل سفنكترولايز، نعمل اراحه للشرج. اللي كان عنده ناسور كنا لازم نقطع الناسور ونخاف على العضلات وكلام زي كده، بقينا نعمل فيلاك. عصر الليزر ده إيه هو الفيلاك؟ اللي هو الفيستولا تراك ليزر كلوجر، اللي هو علاج الناسور باستخدام الليزر، اللي هو هيخلينا ما نقطعش الناسور، ما نخافش على العضلات، هيخلينا نكوي الناسور باستخدام الليزر فالمريض يبقى في امان تام 100% الحقيقه يعني. ده تكنولوجيا عظيمه جداً. لانه كمان الليزر واخد يمكن المين شير، واخد 60-70% من التكنولوجيا، لكن في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها تي اتش دي مثلا، تعتمد على ان الاوعيه الدمويه بتاعت البواسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى ما نعمل ليزر ولا حاجه. في تكنولوجيا عظيمه جدا اسمها فافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل الناسور الشرجي او حاجه. دي كانت جراحات ده مريض عنده بواسير مثلا. احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر، كنا زمان نقطعها، دلوقتي ما بقيناش بنقطع حاجه، بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا رو اريا ولا حاجه. وبالفعل اذا كان المريض عنده بواسير زي دي تاني يوم يروح شغله. اذا الناسور عايزين نشوف الناسور بالليزر طبعا ده مهم جدا. بالظبط. اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيلاك تختصر حاجه طويله. فيستولا تراك ليزر كلوجر. فيستولا تراك ليزر كلوجر. اللي احنا هنقفله. ده حاجه مش كلام ابدا، السيفتي اللي ما بيحصلش اللي ابدا. هو دلوقتي ده اللي احنا شفناه دلوقتي ده المنظار اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي هو بالظبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك. اللي هو بيورينا المليهات الصغيره اللي كان مستحيل نتخيل او نحلم ان احنا نشوفها عنينا جوه التراك. جوه الناسور الليزر اذا كان بيدخل. لما نشوفه دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع الناسور، هيمشي في الناسور ويحرقه من جوه. بس مش شايفين، بس مش كان شايف، مش شايف. يعتمد على نسبه متخيله. في شركه ستورز واخد التطور الالماني كله، في شركه بوليتك واخد الشركه الايطالي كله، في التي اتش دي مثلا، روك ستيشن مثلا. يعني روك ستيشن ده بالمناسبه لان انا بحبه جدا الحقيقه، روك ستيشن ده واحد روك ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعنا بالظبط. خلي بالك يعني هو واحد من 4 اجهزه في الوطن العربي ما شاء الله. يعني محطه التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبه، وكانت بالمناسبه جامعه عين شمس هتشتريه، لكن المشاكل في الميزانيه وحاجات زي كده وقف الموضوع عندهم. عندنا في هيمو كيور، وموجود في دبي في مستشفى، في دبي في مستشفى زليخه، وموجود في بلدين كمان جوه الوطن العربي، 4 جوه الوطن العربي، في ايطاليا وفي المانيا منتشر شويه، لكن جوه الوطن العربي 4 اجهزه بس. اجهزه تشخيصيه. تشخيصيه بس، ما بتعملش حاجه، ما بتعالجش حاجه. على فكره دايما بيبقى في بخل في الاجهزه التشخيصيه. بالظبط. ما بيعالجش. لانه انت بتعمل ايه؟ يعني بص تلاقي ايه؟ اصرف يا عم على ليزر لانه انا هعمل بيه العمليه. بس ما انا هشخصه. بالظبط. ما انا طب انت عارف المقارنه فين؟ 2 دكاتره، واحد شاف المريض لمده ثواني وقال له انت عندك بواسير. واحنا قعدنا ربع ساعه نشخص المريض بالاجهزه والصور وكل حاجه، وفي الاخر احنا قلنا له ان عندك بواسير صحيح، لكن انا متاكد هنا انه ما عندوش حاجه غير البواسير، وهنا هو مش متاكد، هو خايف يكون عنده حاجه تانية او حاجه يكتشفها جوه العمليات او حاجه زي كده. هي دي بقى قيمه التطور وقيمه انك يعني بتسعى الحقيقه للحاجات الجديده كلها. انت النهارده اسعدتني سعاده. الله يخليك. النهارده اتفسحنا فسحه جميله جدا. صحيح. في عالم يعني فسحه جميله يعني. النهارده على فكره الحوار كان بدون ترتيب، احنا النهارده كنا هنقعد نتكلم في البروكتو ستيشن، لقيت ان البروكتو ستيشن ده يعني اسال لعابي العلمي في ان انا اشوف بقى ايه اللي ورا. شخصنا يا سيدي ماشي، الليزر بقى الليزر يعني ابهرنا، قلنا لا ندخل ورا الليزر نشوف في ايه. تطلع كمان الطمع مش ان انا اعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع اللي هو الخيط الازرق اللي انا شفته، لا ده انا هشوفه بمنظر. ده انا بقيت شاطر قوي في الحاجات دي جدا. والله كل تخصص يقولوا لي انت بقيت صحيح جدا والله. انا مبهر يعني والله. اسنان يا باشا والله. بقيت اعدل عليهم وخدت على جاي. انا عارف. اروقهم في الاسنان رغم انها كليه طب ثانيه خالص. صحيح. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستخيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، وهو طبعا المؤسس لهيمو كيور لعلاج وامراض الشرج والمستقيم. نورتني وشرفتني. ومن اجمل الحاجات اللي انا يعني روحك الجميله، اعتزازك بفريق العمل ده مدرسه مهمه جدا. صحيح. لازم
ننقلها لكل كل الجيل الصاعد بقى ورانا. فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب، مع فريق عملك بتحس بالامان. اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا، واختيارك له مش موضوع سهل، ده موضوع عايز تركيز شديد جدا. صحيح. جدا. خليكم مع الناس الحلوه. اهلا بكم. احنا عندنا قضيه مهمه جدا جدا هي السمنه المفرطه. السمنه المفرطه بتعملها عمليات رائعه بتنقذ حياه الكثيرين جدا، تكميم، تحويل المسار وغيرهم. لكن بعد السمنه ما يتعمل لها العمليه ويبدا الانسان يخس، في شبح. الشبح ده الحقيقه كتير من مرضى السمنه نفسها بيبقوا فاهمينه وعارفينه، وبيبقى هاجس وشبح يخوفهم جدا انهم يجروا يعملوا العمليه اساسا، يروحوا يعملوا العمليه. تيجي تكلمهم على العملية تقول لهم يا ابني سكر وضغط وبتاع، يقول لك بس هيجيلي ترهلات. ترهلات دي كلمة تقلق كل البنات والرجال والبنات أكتر. فترهلات بعد عملية السمنة، ترهلات ليها طبيعة خاصة. أولا بتكون قاسية جدا، ثانيا بتكون في كل حتة، ترهل في الوش، ترهل في الإيدين، ترهل في البطن، ترهل في الظهر، عوامة نزل، رجلين مترهلة. فهنا العمليات بقى اللي هتدخل في جراحة التجميل هتشتغل على المناطق دي كلها مرة واحدة ولا بدرجات؟ والجروح هتتحط فين؟ مو مفيش شد من غير جروح. طب الشد أبو جروح ده، الجرح ده هيتستخبى ازاي؟ ده سؤال مهم. وهعمل امتى هذه النوعيه من العمليات؟ بعد ما وزني يثبت ولا بعد العمليه بفتره زمنيه معينه تانيه؟ اسئله كثيره جدا بتطرح نفسها في هذه المنطقه اللي زي ما قلت لكم هتزيد جدا الاسئله فيها، ولدرجه انه ممكن نلاقي بعض منظومات جراحه تجميل حامله زي وحده متخصصه في التعامل مع ما بعد عمليات السمنه. تبقى واحدة لوحدها من كتر ما الحالات هتبقى كتير. تعالوا نفهم الصورة دي من قريب جدا مع ضيفي العزيز الذي يبدع في حواره دائما ويمتعني بحوار علمي على مستوى راقي، ودايما دايما بصنف الحوار ده انه في منطقة ما بعد الثوابت، في المناطق اللي عليها خلافات، في المناطق اللي عليها شكوك، بندخل لأدق التفاصيل ونتكلم فيها مع ضيفي العزيز. القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال، واحد من السوبر ستارز هذا المجال، الأستاذ الدكتور حسام سيد، استشاري جراحات تجميل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحات تجميل وعضو المنظمة العالمية لجراحات تجميل والمدرب الدولي للخيوط الفرنسية، الاسم الكبير. أهلا بيك دكتور حسام. وحشني يا حبيبي. نقيت أنت اختيار النهاردة، أنا عارف إنه بدأ يزيد، بدأ يفرض نفسه. بالظبط. احكي لي كده بقى يعني رؤيتك. بص احنا عندنا القصة. عندنا في السنترز عندنا قسم البارياتريك، فالقسم شغال كويس، ان الناس كلها مبسوطه جدا ومبهوره بالنتائج بتاعتها. اللي بينزل 20 كيلو، واللي بينزل 25، واللي بينزل 40، كلهم على حسب الجريد اللي هو جراحات السم، وعلى حسب اللي معمول له سواء تكميم او تحويل مسار. تحويل مسار، وفي حاجات بقى جوه الحاجات دي برضو لسه انا قليل فيها، اللي هو الرو ان واي وال لا ده دي انواع تحويل المسار. ما بقول لك في حاجات في تحويل المسار كده وفي بقى الساسي والساد. فهو دي مش معلومات مهمة بالنسبة لي قوي يعني. أنا المهمة بالنسبة لي ما يحدث للمريضة ما بعد ذلك. بالظبط. فأنا بدأت أشوف الناس ريجلر بقى، لأن هم موجودين في السنتر، فبقيت بشوف ناس بعد 3 أشهر مبسوطين وبعد 6 أشهر مبسوطين. فبقى عندي انتريت رغبة شديدة أن أنا أقول لها طب ممكن أبص على البطن بتاع حضرتك دلوقتي، ممكن أبص على ظهر حضرتك دلوقتي، ممكن أبص على دراع حضرتك حصل فيه ايه. فبقى عندي الشغف ده، لان احنا بنشوفهم عاده، كنا قبل ما يبقى السيكتور ده موجود عندنا في السنترز كنا بنشوفهم بعد السنه سنه ونص، فبنلاقي كل حاجه وقعت ترهل شديد. بالظبط. انت ذكرت حاجه هي موجوده على مستوى العالم، في بقى في سيكتورز او
اقسام بقت موجوده خصوصا في امريكا اللاتينيه اسمها بوست بارياتريك سيرجري. بوست بارياتريك ما بعد عمليات البارياتريك. والبوست بارياتريك سيرجري دي بقى ليها بروتوكولات موجوده بره. احنا هنبدا الايام القادمه والسنه القادمه زي ما انا قلت لك هنبدا نعمل البروتوكولات دي عشان الناس دي تمشي عليها. بروتوكولات فيها تغذيه علاجيه، فيها بروتوكولات رياضيه على حسب كله، على حسب سنه وعلى حسب قدراته وعلى حسب المصل بالك اللي موجود عنده بالقياسات اللي بتتقاس. وهنمشي على بروتوكولات مش عمياني احنا شايفينها بتشتغل بقى لها اكتر من 4-5 سنين بره، الا وهي ان ممكن بعد 6 اشهر في اماكن معينه تقدر تتلافى فيها المشكله بتاعه الجراحات العنيفه بان انت تعمل لها سيشنز اوف بلازما بروتون او جي بلازما. حتى لو هو المريض هو مش شايف النتيجه العظيمه لكن هي هتحمي كتير من الترهل العنيف. لو الموضوع ما حصلش بنيجي نتفرج بعد السنه ايه اللي وصلنا له. عاده في سكت كامل من جرح واحد. طب ازاي القصه كلها في ايه؟ بعيدا عن الثدي وبعيدا عن الذراع انت تقدر تشد الظهر والبطن والابر سايد اوف ذا ثاي او المنطقه الاماميه من الفخذ زائد المؤخره في جرح واحد. عامل زي البلت زي الحزام بس عارف انت بلت اوبريشن بلت اوبريشن بس من غير البلت اوبريشن معموله عشان الظهر والبطن والمؤخره. دي عمليه معروفه عمليه الحزام. الحزام مش الحزام من جوه ده حزام الجلد شد الجلد بالظبط لكن عشان تضيف عليها الانر سايد والفرونت اوف ذا ثاي بتزود الجرح الامامي بحيث تبقى عامله زي المرجيح مكمله ومكمله بعد كده البلت بتاعها. فدي اسمها توتال بادي ماست. عمليه مش قليله، عمليه مش صغيره، عمليه ممكن تقعد حوالي 5-6 ساعات بس تقدر تعمل فيها هذا الموضوع. مش تعمل هذا الموضوع كله بهذه العمليه لازم المريض يبقى تحاليله ما بعد توقف نزول الدهون او توقف نزول الوزن بعد العمليه دي يبقى خلاص الموضوع خلص. مش هينزل اكتر من كده. فاللي جاي هو اللي انت بتحاول تعمله له ان انت تشله اغلب الجلد المترهل سواء في الاربع مناطق دول مع بعض. لو صورة الدم بتاعته كويسة، لو الجنرال هيلث بتاعته او الصحة العامة بتاعته كويسة، لو دكتور البنج شايف ان هو كيبابل ان هو يقعد يشتغل الاربع خمس ساعات، وكمان لو المريض ويلينج وعنده قدرة وعنده الرغبة انه يبقى احسن. ان عملية زي دي الريكفري بتاعها هياخد 15 يوم غير اللي عايز يعمل الطبيعي الا وهو ايه عندنا ترهل عنيف في المناطق دي كلها احنا بنحددها وبنقدر نقيم احنا نقدر نعمل واحد او اتنين من المناطق. يعني هنقدر نعمل البطن والظهر مع بعض اوكي، هنقدر نعمل البطن والدراع، هنقدر نعمل البطن والثدي، الرقبه والثدي. يعني وانت عندك مناطق كتيره بتبقى موجوده. لكن وانت بتشتغل العمليات بوست برياتريك دي لازم تبقى فيري كوشس. ليه؟ انا يمكن قلتها مره معاك زمان في حلقه من الحلقات ان مش شرط ان التحاليل كلها تبقى سليمه ويبقى المريض كومبليتلي نورمال. لا، هو المريض مش هيبقى كومبليتلي نورمال بتحاليل سليمه بس، لا، هو المريض هيبقى كومبليتلي نورمال لما نعمل تحاليل الاليمنت والتريس اللي موجوده في الدم، البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم لان في حاجات من الاليمنت والتريس دي بتساعد بشكل قوي جدا على التئام الجروح. فيتامين دي كمان لو دي مش موجوده واحنا شايفين ان صوره الدم كويسه ممكن نخش نعمل العمليه، والعمليه لطيفه والبيشنت ما بيشربش سجاير والجرح مشدود كويس وكل حاجه، لكن تحس ان الجرح ما بيلتئمش. فدي ليها سبب. السبب غير معروف في عيانين البوست برياتريك. في عيانين العاديين السبب بيبقى لو معروف هنشوفه، بتشرب سجاير، الجرح مشدود اكتر من لازم، البوزيشننج بتاعه فيه مشكله. لكن في البوست برياتريك بيبقى فيها القصه دي. في واحد من اساتذتنا كان عنده وجهه نظر تماما سليمه،
زمان كان بيعملها دايما ودلوقتي بدأت تبان أكتر في البوست برياتريك، صورتها بدأت تظهر وتنور. زمان كان هو شايف إن جرح الشد البطن كل ما بيكبر أكتر لورا مش هيضايق المريض بدل ما هو معه وجود في حز البيكيني لاين، لكن هيحسن لها شكل الجلد بتاع الظهر وتانيات الظهر. مش عشان بس الدوج إير اللي بيبقى في البطن من في آخره اللي بتتصلح، لا كمان عشان هو بيقدر يشد زيادة عشان يعمل حاجة زي الاور جلاس أو شد اللي هي الساعة الرملية عشان يرسم الشكل الأنثوي بالظبط. النهاردة البلت دي بقت واخدة زي ما بيقولوا في الإيفنتات الطبية واخدة سوكسية قوي جدا. ليه البلت انسجن؟ لأن البلت انسجن بيعالج ثلاث حاجات، بيعالج البطن شد البطن، وبيعالج الظهر اللي فيه ترهل زيادة بنسبة كبيرة قوي، مش بنسبة قليلة يعني، البطن بنسبة أكتر من 90-95%، لكن الظهر بنسبة أبطو 70-75%، ودي نسبة قوية جدا إنك تشد الظهر من نفسه، وحيساعد في شد الدريير بنسبة حوالي 50% إلى 55%، ويفضل لو لقينا شوية دهون نقدر نحطها في الدريير عشان يساعدنا على البات ليفتنج أو رفعة الدريير. في حاجة مهمة قوي في البلت، في موديفيكيشن جوه البلت. البلت اللي هو شد الجلد، شد الحزام، شد الحزام بيبقى زي ما احنا شفنا، هي جت سريعة شوية في الانيميشن ده، ولو ان الانيميشن ده غير دقيق قوي لكن ماشي بيفهمني ان هو شد داير ما يدور بالظبط. زي ما كل واحد لابس حزام كامل، زي ما يكون قدام بيشد زي التي شيرت، اخر التي شيرت كده، فانت بتفصل التي شيرت عن ال اهو باينه باينه، ما بقول لك هي دي بقى التركه جديده، ان انت ما تعملهاش، لازم تعمل انترسكشن في القصه. يعني لازم توقف جرحك في حته وتكمله بعد 2 ملي 3 ملي في حته تانية. صحيح هتلحمه في الاخر وهتفتحه كله، لكن ال 2 ملي 3 ملي دول اللي هو الفاصل بتاع الانتيرو اكزيلري لاين من فوق، هو ده الفاصل ما بين البطن بتاعه البروبر والظهر. فالمنطقه دي لازم تقف عند الحته دي، ليها تكنيكاليتي مختلفه، دي حته تفصيلي علميه، تفصيله علميه علشان نبرز ما بعد العمليه. ما دي جايه برضو بعد ما خست 20-30-40 كيلو، عايزه تلاقي ريورد للشكل ده، او جايزه للي هي عملته، للمجهود اللي هي عملته. هيبان في اللبس، هيبان في اللبس، بس ساعات كتير بتبقى عايزه شكل التفاصيل بتاعتها يبان. فلازم عشان تعمل شكل التفاصيل دي لازم لها زي ما بيقولوا كان موديفيكيشن، تعديلات في البلت انسجن، عشان تخلي شكل البلت انسجن معتمد على ان في ظهر ودريير لوحده ده، او ظهر ومؤخره لوحدها، وبطن كامله لوحدها. فهي القضيه او القصه كلها ازاي تختار الشكل ما بين الاشكال كلها اللي تخلي البيشنت دي مع شكل عظمها بعد ما خست يمشي مع شكل العام. عظيم. هروح بقى للدراعات. الدراعات لانه ساعات الترهل في الدراع بيكون مخيف. بالظبط. والترهل في الدراعات بيبقى نوعين. يا اما ترهل بيبقى السيركمفرنس بتاع العينه او الدائر بتاع الدراع هو اللي كبير، اللي هو ترهل الدائري ده هو اللي كبير، يا اما الترهل الطولي بتاعها هو اللي كبير. لو الترهل طولي يبقى حله عرضي، جرح عرضي تحت الباط. لو الترهل يعني ده ترهل، لو احنا بنتكلم على ده ممكن يمشي بشفط او غيره، ده ترهل عرضي زي ما انت شايف العرض بتاع الدراع نفسه كبير، فلازم الحل بتاعه يبقى طولي. وطبعا اغلب البارياتريك البوست بارياتريك بيبقى عندهم مشكله عرضي وطولي، بيبقى العرض فيه مشكله فبالتالي فيه تهدر كبير، والطول بتاعه نزل كتير في كشكشه كتير، فبالتالي بتضطر تعمل انفرتد تي. جرح للاسف موجود من هنا عشان تخفف عشان اخفف العرض الكبير ده، فلازم اعمله زي القميص هجيبه على بعضه عشان اروح شادد لفوق، التاني لازم يتحط من تحت عشان يشد فبالتالي الانفرتد تي دي عمليه مش صعبه خالص. مش صعبه، لكن هي ده الحل الوحيد لترهل طولي مع عرضي. انتوا متخيلين الدراع بقى لما تراها طولا وعرضا، يعني بيبقى عامل زي الستاره، في نوع من الستائر كده بيبقى نازل، تخيل نازل لتحت وفي نفس الوقت نازل كده ونازل كده. بالظبط، نازل كده ونازل كده، فهتلاقيه عامل زي
هلالات كشكشة. هلالات هلالات كشكشة كشكشة بالظبط. فانا لازم اشده كده واشده كده. يعني المشكله ان انت لو شديته كده بس في جرح العرض بتاعه هو الكبير، هتلاقي ان انت شديت لنص الدراع والباقي كله اللي هنا ده لسه. الباقي اللي هنا ده ما وصلتلوش الشده اللي تحت الباط. فبالتالي هتضطر ان انت لو شديته بالطول هتحسن كتير العرض بتاعه، بس لو في كشكشه لسه فوق لازم تتعمل شويه كريسنت او هلال جوه الباط. ده الدرعيه. ده الدرعات عموما. يعني هو للاسف ما بيبقاش قدامنا غيرها. هي من الحاجات اللي هي مش مستحبه قوي بالنسبه لنا، لكن في الاخر لو الترهل فوق المتوسط او اعنف بكتير من شويه فمش هنقدر نعمل غير كده. اللي قبل كده ممكن نعمل شوب راوند، ان انت تعمل لو متوسط هتعمل له فيزر، اعلى شويه هتعمل له جي بلازما عشان تحافظ عليه. طيب. بس دي من الحاجات اللي فيها البروتوكولات، اللي هو اول 6 اشهر يفضل انك تعمل جلسه للذراع. مفهوم. علشان ممكن توصل بعد 6 اشهر التانيين ان انت مش محتاج غير جلسه ثانيه، مش محتاج تعمل الجرح ده. انت قلت النهارده انه جرح مؤذي للعين. بالظبط. يعني جرح الدراع. انت قلت النهارده حاجه جديده اللي هو التدخل المبكر نسبيا في جلسات او في ستيجز بالنسبه للعيان البدايه. ده معلومه او ستاندر جديد، بس ده موجود في البروتوكولات. لو يس. دخلنا هنلاقيها موجود في البروتوكولات في امريكا اللاتينيه وموجوده في يوروب. يس. انتقل لمنطقه مستغربه شويه، مستغربه للبيشن لكن بالنسبه احنا لينا احنا لا عارفين ليه. الثدي بيحدث ترهل وتهدل مخيف في الثدي بعد عمليه السمنه. على حسب كل ده بيحصل على حسب ايه؟ الصوره الاولانيه ما قبل العمليه بتاعه او البرياتريك. ليه؟ لان ما قبل ده شكل الثدي كان عامل ازاي، حجمه كان عامل ازاي، والاوتكم اللي هيحصل عامل ازاي. عاده زي ما انت بتقول بيحصل ترهل، بس لو الثدي كان صغير يبقى الترهل ده هيبقى لطيف جدا ان انت تقدر تحط له امبلانت او سيليكون امبلانت او سيليكون جيل امبلانت، مش هتبقى محتاج تشيل جلد زياده خالص. لو الثدي اساسا من الاساس صغير مع الوزن كان الكبير. لو الثدي كان كبير وفضي خالص وترهل يبقى انت عندك مشكلتين، ان الثدي نزل ترهل فالطول من الكلافيكل لحد النبل هيبقى طويل قوي، فصعود النبل لحد فوق هيبقى حاجه مش سهله، خصوصا لو احنا عدينا ال 30 31 سنتي. فالصعود ده عشان ترجعه ل 23 او 22 سنتي فوق انت بتاخد وقت طويل قوي على ومجهود وشعيرات دمويه للنيبل نفسها. 8 سنتي رفع يعني 8 ل 11 سنتي رفع بيبقى صعب قوي. كل ما اقل من 6 سنتي ل 7 سنتي كان بيمانج والدنيا بتبقى ما فيهاش مشكله خالص. بس احنا عندنا اوبشنز، احنا عندنا السيليكون وده هيبقى اوبشن وارد جدا. لو العيان عندها سوء توزيع دهون في منطقه من المناطق بيبقى شيء لطيف جدا ان احنا نقدر ناخد شويه الدهون اللي موجوده نريفربش الثدي ما بعد عمليه الامبلانت. برضو هنحط حشوه، بس ممكن نحط حوالين الحشوه دهون الثدي، لان حتى ما ينفعش يبقى الثدي عباره عن حشوه فقط وخصوصا لو نزل خالص. فبالتالي لازم احط فوق الامبلانت لازم يتحط له زي ما بيقولوا شويه دهون تدي الشكل العام بتاع الثدي. يا اما هنلاقي ثدي متوسط الحجم متوسط الطول وفي نفس الوقت فيه شويه الدهون دي، ساعتها هيبقى الباكسي او شد الثدي هو الحل الوحيد. لكن لو هو مترهل وفاضي يبقى هنضطر نعمل رفع للثدي مع شد الجلد والترهلات الزياده دي كلها ووضع حشوه امبلانت. فهي جداول على حسب اللي كان موجود وعمل ايه. وساعتها بنقرر الافضل للمريض، ان ممكن يبقى الجرح فقط حوالين الاري لو النبل، او الجرح عامل زي اللولي باب دائري وبالطول، يا اما عامل زي المرساة اللي هو المرسى بتاعت الانكر الدائري وبالطول وبالعرض ديت. وطبعا لو حجم ثدي ضخم قوي يعني ساعات السمنه يبقى معاها حجم ثدي ضخم، هل يمكن ولم ينقص حجم ثدي يبقى ترحل بس ده هيبقى مؤثر على فقرات رقبتها وعلى الشكل العام. وجراحه السمنه مش هتاثر على الثدي في تخفيفه بالزبط. حجمه لا ده بيتعمل له تصغير ثدي طبعا. ده بيتعمل له تصغير ثدي ودي عمليه من العمليات بتاعتنا العاديه اللي احنا بنعملها،
وده هيبقى من فضل ربي ان هو محتفظ بكل كياناته، فانا هقدر اتعامل مع العمليه لانها تصغير ثدي عادي مش نتيجه ترهل او نتيجه حاجه. فبيبقى تصغير الثدي اسهل بكتير من انت تتعامل مع ترهلات انت متخيل لكن مش فاكر ولا عارف الشكل الاساسي بتاع الثدي ايه عشان ريفيربشنج بتاعه. في ثدي، كل ثدي من اللي ربنا خلقه للمراه بيبقى له شكل معين، تير دروب، سيركلر، بوم، يعني في اشكال للثدي. فده كان انهي شكل اللي كان موجود اي دونت نو، فلكن هو لو هو كبير طبيعي فانا هقدر اصغره على شكله اللي هو موجود. مفهوم. الرجل يعاني من احيانا من ترهلات في الثدي طبعا، تضخم في الثدي ما زال موجودا. برضو على فكره كتير من مرضى السمنه المفرطه ربما يواجه المشكله دي، هو خس وفضل الثدي زي ما هو حجما مضايقه قوي، مش متناسب بقى مع حجمه الحالي. ده ساعتها لو هو لسه موجود الثدي ده زي ما هو بنشفطه. لكن المشكله في الترهل ان الجرح بتاعنا هيبقى عامل زي الاوميجا شيب، فاللي هو يعني حوالين النابل وباللاترال او من الجناب بتاعت النابل في خطين اللي هو عمليه مش تثدي قد ما هي عمليه شد للثدي الرجل. وساعات يبقى في تثدي مكتشف بعد السن هتلاقيها لكن انا قصدي مش هيبقى القضيه، مش هيبقى الجرح اللي هو السنتي اللي احنا بنطلع منه الجاينيكوماستيا، هي هتبقى الجرح اللي بيحاول يشد الجلد اللي فوق واللي تحت ويرفع مكان الاريلا في مكانها الطبيعي، اللي هو المنطقه الغامقه دي يرفعها في مكانها الطبيعي، وبالتالي هي دي القضيه. بس ساعات بعد جراحات السمنه بنلاقي الوش نفسه، ده بقى عادي، ده بالنسبه لنا احنا بيبقى ما فيهوش مشكله خالص، لان هو تقدر تستخدم على حجم الترهل بتاعك، تقدر تستخدم خيوط، تقدر تستخدم خيوط في الرقبه طبعا وفي الوجه، تقدر تستخدم خيوط، الخيوط الفرنسيه تقدر تشد الوجه كله عشان ترفعه وتشد الرقبه بنسبه 30%، فبالتالي هتدي نتائج عظيمه. لو الجلد المترهل عنيف قوي يبقى هنضطر نعمل شد رقبه وشد وجه، برضه من العمليات اللي ما بقتش من الصعوبه بمكان، بقت مور ليس اكتر امانا في الشغل. وفي نفس الوقت تقدر تحط شويه دهون لو لقيتها عشان تدي تعوض شويه الفوليوم اللي بيروح للمراه مع وجود الخيوط او عدم وجود الخيوط، تقدر تعمل اعاده حيويه الوجه للمراه بان انت تحط لها شويه دهون. بس اكتر حاجه بتبقى مقلقه للمراه هي الرقبه، يعني الوجه تقدر تتعامل معاه كتير، وساعات كتيره مع العمليات دي وبعد فترات بيبقى الوجه محتاج يرد النضاره بتاعته بشويه دهون بسيطه، يعني يدي الطبقه اللي كانت موجوده في الاول. لكن الرقبه هي اللي بتبقى من لنا تعمل للمراه مشكله تماما. والمرأة والرقبة دلوقتي على حسب ترهلاتها، وميزة الرقبة إنها لو الدهون فاضية منها وترهلت بتقدر تعمل شد رقبة بطريقتين. الطريقة الطبيعية اللي هو التراديشنال اللي انت هتشد الرقبة كلها بشكل قوي جدا لحد هنا وتشدها من ناحيتين، يا إما بتعمل السناب نيك، والسناب نيك من العمليات البسيطة اللي بتخلص في حوالي ساعة، ما فيهاش إصلاح للعضلات غير بغرزة واحدة، لكن فيها جرح عامل زي السي شيب بس اهو، بترفع الرقبه، بترفع الرقبه كتير، هتدي اكتر من 60-70%، شد رقبه يديك 90-95%، لكن السناب نيك ده ممكن هيتعمل في ساعه وتقدر ترجع الشغل بكره الصبح، فبالتالي دي برضو قصه ثانيه. فكل حاجه ليها دعوه بجدول ما يحدث وما سيحدث وتقدير حجم الترهل والعيان عايز ايه في هل هيرضى بال 90%؟ هل هيرضى هيرضى بال 60%؟ هيبقى بالنسبه له ساتيسفايد ولا لازم له 90%؟ هو القضيه دي ايمن انا عايز اتعامل معاها بشكل مختلف، ان القضيه دي الرضا وعدم الرضا هو دائما الاتفاق ما بين الطبيب والمريضه، ولازم نبقى على بينه، يعني ما ينفعش ان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه، ما فيش كده، لازم الدكتور يكون واضح، لازم كل حاجه تبقى واضح انا هقدر اوصل لفين، ويتاكد ان المريض بتاعه فاهم، لانه في مريض يديك انطباع ان هو فاهم انت بتقول ده ايه، ده لازم، بس يستهبل بعد كده. لا مش حكايه مش يستهبل، هو عنده يعني الرياكشن بتاعه، يعني الرياكشن بتاعه يقول لك انا فاهم فاهم فاهم، النتيجه هتبقى 60% باللي انت عايزه. ايوه، ما فيش حد في مصر بيركب تاكسي ويقول له انا عايز اروح المطار، يقول له لا بس انا هنزل العباسيه بس،
فهو راكي بيعمله ازاي؟ انا موافق على العباسيه بس. فاول ما هيوصل عند العباسيه هيقول له انت هتنزلني هنا ما توديني المطار ما احنا قربنا. يعني هي ده بالظبط ما يحدث في جراحه التجميل. حضرتك احنا هنقدر نوصل بالشد لكذا. تمام. طب حضرتك ليه ما وصلتش لكذا؟ ما انا قلت لحضرتك ان انا مش هقدر اوصل لهنا. فهي القضيه نفسها الخيوط هتوصلك لغايه العباسيه في الرياض. الاكسبكتيشن عايز توصل للمطار هنعمل لك شد بقى جراحي. اي الاكسبكتيشن التوقع النتيجه هو لازم يبقى متوائم مع اللي ما يمكن ان يحدث. يس. مش مع ما اللي هو لا يمكن ان يحدث. حلقه رائعه مهمه جدا تتحط هذه الحلقه مع شفط الدهون والتعامل مع الشد اللي اتعملت الاسبوع اللي فات. يعني الاثنين هيفيدوا بقى كل البوبوليشن لان احنا قدام حد من اثنين، لا اما جسمه كويس وعايز يعمل شفط، لا اما عمل جراحه كان عنده سمنه وعمل جراحه وترحل فعايز يعمل شد. بالظبط. اللي حطينا جنب بعض هو ده تقريبا منهج الجلد التجميل في جراحاته الاصعب والاكثر شهرة. ضيف العزيز المبدع دائما الاستاذ الدكتور حسام سيد استشاري جراحات التجميل، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، ابدع كعادته وعشنا فسحه جميله في عالم شد الجلد بس في سيتويشن معين وهو سيتويشن ما بعد الجراحات المتخصصه في السمنه المفرطه اللي بيسموها بارياتريك سيرجري او زي ما انتم تعرفوها تكميم وتحويل المسار. ما بعد ذلك يوجد كابوس، اعتقد انه تفسيره كان عندنا اليوم ليس تفسيرا سحريا ولكن تفسيرا علميا مبني على نقاط محدده كان فيها الجديد بان احنا لازم نشوف العيان على مراحل، وكان فيها الكلاسيكي مثل ما شرحنا في التفاصيل الخاصه بهذه الحلقه. ضيف العزيز كالعاده نورتنا في الناس. ميرسي يا ايمن، ربنا يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوه. اهلا بكم في عالم الحقن المجهري. صحيح انه موضوع طبي وانه مسؤوليتنا مسؤوليه الطب المجتمع الطبي انه يثقف الناس حوله، لكن في المجتمعات اللي متبنيه الثقافه الطبيه على سكيل اوسع المشاهير حتى في اعلى درجات الشهره حاسين بالمسؤوليه ان هم ينشروا الثقافه، ان هم ينقلوا الخبرات، بدليل التجربه والدور اللي قامت بيه ميشيل اوباما. ميشيل اوباما زوجة الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما، حكت في زي فيلم تسجيلي زي لقاء تجربتها الكاملة حول الحقن المجهري، وقالت جمل تبدو بسيطة جدا في سياقها لكن أنا في رأيي إنها بتنقل شيء مهم جدا لمستمعينها ومشاهدينها، وهو الأمل والثقة. الأمل في تحقيق الأحلام والطموحات دائما في أن الست تكون أم والرجل يكون أب، ده من الآمال المهمة جدا في حياة أي إنسان أو في حياة أي عائلة. كمان الثقة في المنظومات الطبية، الثقة في التقدم الطبي، الثقة في أنه هذا التقدم الطبي ما هو إلا أداة نعمة من نعم ربنا بس بشكل مختلف، وعطاء من عطاءات ربنا بس بشكل مختلف. الدور ده للأسف بنفتقده في وطننا العربي كتير قوي. في وطننا العربي النجوم بيطلعوا قليل من النجوم اللي بيظهروا عشان يحكوا على معاناتهم من حالات مرضية. بيعجبني جدا مثلا العبقري أحمد مكي لما اتكلم على معاناته في حالة مرضية، ده فكر متقدم راقي جدا، في حين أنه ما زلنا في مجتمعنا العربي نجد بعض الناس اللي مروا باستفادات وتجارب علمية مهمة جدا زي الحقن المجهري ويخفوا هذا الأمر تماما، وكأنهم من وجهة نظرهم شيء في إقلال من قبلهم، أو كما يطلقون عليه إحنا عايزين نبان دايما في أبهى صورة، وده ما بيقللش أبهى صورة. لكن أرجع أقول له أنه من ضمن الأدوار المهمة لكل القيم والناس المهمة جدا المشاهير المثقفين في الأوطان كلها، من ضمن العاتق والعبء اللي عليهم أنه ينقلوا الثقافات دي للمجتمع، ينقلوا قيمة العلم للمجتمع. النهاردة حوار ممتع ومثير مع ضيف مهم جدا واسم
متميز للغاية في عالم الحقن المجهري واسم رائد في هذا المجال، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء وتأخر إنجاب بكلية الطب، صاحب دكتور أمراض النساء والتوليد، استشاري الحقن المجهري والتجميل النسائي، ورئيس مجلس إدارة مركز تبارك للولادة والحقن المجهري والتجميل النسائي، رئيس لجنة الصحة بحزم المؤتمر وعضو المشارك بالكلية الملكية للأطباء النساء والتوليد، وصاحب دبلوم التجميل النسائي، استشاري جراحات النظير، اسمي الكبير. أهلا بك دكتورنا. أهلا وسهلا دكتور عيد. عايز أبدأ قبل ما أدخل على كلمة حقن مجهري، دايما ليه بتهتموا دلوقتي في كل المنظومات الطبية بكلمة أسباب فشل الحقن المجهري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه المره دي دكتور ايمن هي مختلفه شويه عن اللي قبل كده. قبل كده كنا دايما نتكلم على الفيوتشر والابحاث والتجارب اللي كنا بنعملها في الحقن البلازما المبيض والحاجات النتائج بتاعتها المبشره والكلام ده كله. المره دي هنتكلم على ايفيدنس بيزد ميديسن، على الطب القائم على الدليل، يعني هنتكلم على ريسنت ادفانس، اخر ما وصل اليه العلم في موضوع الحقن المجهري والحاجات القاطعه فيها. طبعا احنا عندنا بنتكلم دايما على اسباب الفشل اللي هي بتاع الحقن المجهري عشان نتجنبها عشان نزود نسبه نجاح الحقن المجهري. احنا طبعا مش هنكلم المشاهدين عن الحضانات الذكيه، مش هنكلم عن الليزر، عن تقشير البويضات، عن الكلام ده كله، لان الكلام ده كله ما يخصهمش في حاجه، هو كله بيخص السيده اللي راح تعمل حقن مجهري، بتنقي مكان كويس موثوق فيه وبتروح له. انما الديتيلز اللي هي جوه المعمل، الديتيلز بتاع التفاصيل، السحب، الكلام ده كله، هي مش هتبقى مهتميه بيها او مش هتبقى فاهمه فيها. انما السيده اللي راح تعمل حقن مجهري عليها دور مهم جدا جدا، ليه نسبه كبيره في فشل الحقن المجهري. ده اللي احنا بنحاول نوصله للسيدات، وده دور البرنامج الحلو بتاع حضرتك اللي بيتشاف من كل الدول العربيه، وبرضه دورك اساتذه جامعه ان احنا نوضح الكلام ده للسيدات. يعني هنيجي نبص اول حاجه بالنسبه للوزن بتاع السيده. في بعض السيدات بييجوا يخشوا يعملوا الحقن المجهري والوزن بتاعنا كبير جدا. الوزن الكبير دوت بيبقى عائق جامد جدا في نجاح الحقن المجهري، يعني بيؤدي لفشل الحقن المجهري. السيده يبقى وزنها كبير، فبالتالي داخله ومستعجله عاوز تعمل حقن دلوقتي. السمنه دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتزود هرمونات الاندروجين في جسم السيده، لان الانسولين بيبقى زياده، فده بيبقى عائق. تاني حاجة، السيدة دي بنضطر نديها كمية كبيرة جدا من الحقن المنشط. تالت حاجة، نسبة ان الحقن يثبت معاها في الحقن المجهري بعد ما ننقل الاجنة بيبقى اقل بكتير، عدد البويضات الطالعة بتبقى قليلة كتير جدا. نسبة حدوث الاجهاض بعد ما يحصل حتى حمل تبقى عالية جدا. علشان كده السيدات دول في ايدهم والموضوع سهل جدا، بنقول لها قبل ما يحصل حقن مجهري وزنك يوصل للوزن الطبيعي، ودي حاجة مهمة جدا، اللي هو الوزن المثالي عندنا ان احنا بنقول اللي هو مؤشر كتلة الجسم دكتور ايمن، دي لازم يبقى من 18 ل 25، ده اللي هو المثالي. لكن لغايه ال 30 احنا متجاوزين ممكن ينفع، اكتر من كده يبقى احنا بنستعجل على السيده ديك وبنؤدي لفشل الحقن المجهري. فبالتالي بنقول لها مش هتخسري حاجه، قعدت شهرين ثلاثه ست شهور نزلت الوزن بتاعك، ما انت كده كده هنصرف مصاريف كتيره في الحقن المجهري، يبقى نزود نسبه نجاحه. يبقى انت في ايدك حاجه مهمه جدا اللي هي اول حاجه حكايه الوزن. مؤشر كتله الجسم ده بنحسبه سهل ازاي؟ بنشوف الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر، ده بيطلع رقم من 18 ل 25، ده الايه الايديال. فاحنا عشان كده بنقول لها ما تستعجليش، وبرضه يا ريت الدكتور بتاعها ينصحها اصبري شويه على ما الوزن ينزل. وفي حالات كده دكتور ايمن بنلاقي اما الوزن بينزل بيحصل سبونتينيوس بريجنانسي، لما يكون هو الوزن العائق بيحصل حمل لوحده، يحصل حمل تلقائي، حمل اللي هو حمل الطبيعي. ودي فعلا دكاتره كتير من بتوع العلاج الطبيعي بعت لهم الحاله تخس، تيجي بعد كده تلاقيها حملت الحمد لله. فدي من الحاجات المهمه اللي السيده تقدر تتحكم فيها، فدي اول سبب تقدر انت تتجنبي فشل الحقن المجهري، وده في ايدك. تاني حاجه بنبص عليها الحاجات المهمه جدا اللي هي الكافيين. السيدات اللي هم بيشربوا قهوه كتير، لقينا ان شرب القهوه كتير دي مشكله كبيره بتؤدي برضو لفشل الحقن المجهري. دي بتؤدي لان عدد البويضات المسحوب بيبقى قليل، الكواليتي اللي هي الكفاءه بتاع الاجنه بتبقى قليله جدا برضو، نسبه حدوث الاجهاض بعد ما بيحصل حمل بتبقى عاليه جدا. فعشان كده بننصح السيدات اللي هم بيشربوا قهوه كتير الافضل نقللها، والافضل خالص احنا داخلين على مرحله حقن مجهري بلاش، يعني ما يبقى القهوه تقف خالص، دي كويسه جدا. القهوه طبعا الكابتشينو والكافي ميكس كل الحاجات اللي عليها الكافيين العالي دي المفروض تقف قبل ما نبدا نفكر في الحقن المجهري، ولو الكافيين ده موجود في الفلويد اللي موجود في البويضات، يعني لما سحب البويضات اتحل ان الكافيين فعلا موجود فيها. فعشان كده بنقول دي من اسباب فشل الحقن المجهري، فيا ريت دي حاجه في ايد السيده تبطلها، دي تاني حاجه نقدر نتغلب عليها. بعد كده عندنا بالنسبة للتدخين، عندنا في المجتمع بتاعنا سيدات مدخنات كتير أو بس في سموكر. الله ينور على حضرتك، دي حاجة مهمة جدا، لأن في سيدات تقول لك أنا بدخنش بس زوجي بيدخن، جوزها بيدخن، قاعد معاه طول اليوم بيشرب سجاير، هي شغالة في مكتب وطول المكتب اللي حواليها زمايلها بيشربوا سجاير، فهي بقت بس في سموكر، لأن النيكوتين الموجود في السجاير موجود في الإيه في فلويد برضه بتاع
البويضات، يعني موجود في السائل في البويضات النيكوتين. فدي من الاسباب فشل الحقن المجهري، بيؤدي لفشل الحقن المجهري نسبه تكاد تصل الى 50%، نسبه كبيره جدا جدا عشان التدخين. تاني حاجه برضو بيؤدي لنسبه اجهاض حوالي من 25 ل 30% اكتر من السيده الطبيعيه. يبقى احنا برضو قبل ما نخش على موضوع الحقن المجهري، التدخين ناخد بالنا منه كويس. وبالنسبه للسيدات اللي زوجها مدخن او هي في مكان فيه تدخين سلبي، لازم تبعد عنه خالص على اساس نجيب نتيجه كويسه. دي برضو في ايد السيده قبل ما نعمل اي حاجه عشان تساعد معانا كتير جدا. ده بالنسبه للتدخين. برضو في بعض المجتمعات اللي هم بيشربوا الكحول، لقينا ان احنا الشرب بتاع الالكحول حتى لو 1 كب بير ويك، يعني حتى لو كاس واحد في الاسبوع، بيؤدي ده بيعمل ايه بالنسبه للميل؟ بيعمل تدمير للخلايا بتاعه الحيوان المنوي اللي هي الايه الدي ان ايه، بتعمل تدمير فيها وفراكشنال فيها. تاني حاجه بالنسبه للبلاستوسيست اللي هو بيبقى جنين متكون، بيبقى انقسام الخلايا بتاعه غير طبيعي، بيؤدي لنسبه اجهاض عاليه جدا، بيخلي عدد البويضات اللي احنا ساحبينها قليل جدا، والكفاءه بتاعتها بتاع الاجنه قليله جدا. فبالتالي دي من الحاجات، هي الحمد لله مش موجوده عندنا في المجتمع، بس دي من الحاجات اللي بتؤدي للمشكله دي، حتى لو موجوده نادره جدا يعني. تمام الحمد لله. برضو عندنا بعد كده الضغط النفسي، الضغط النفسي والقلق ده موجود عندنا كتير. بالظبط، دي مشكله كبيره جدا. فاحنا بنقول للسيدات اللي هي داخله تعمل حقن مجهري، في ناس بتوتر نفسها، يعني الضغط النفسي ده ممكن يكون تيجي تسال الكابلز بتشتغل ايه يا سيدي؟ بيشتغل في مكان ما كويس، مرتبه حلو ومبسوط، ومن عيله برضه موفر له مثلا شقه تمليك، فما بيصرفش في الشقه، هو موتر نفسه، هي موتره نفسها، باصين للي حواليهم مش راضيين، ما هو ده لوحده ضغط نفسي فيه. طبعا الضغط النفسي بقى دكتور ايمن ده بيأثر على الهايبوثالاموس المهيد. تمام، بيأثر بقى على ايه؟ البيتيوتري، الغده النخاميه، بتزود الكورتيزون وبتزود البرولاكتين، فده بيؤدي لنسبه فشل كبيره في الحقن المجهري. التوتر بيزود البرولاكتين. بالظبط. فبالتالي يبقى احنا عندنا في حاجه في ايدنا برضه نقللها. وطبعا لو في احصائيه ان حوالي خمس السيدات اللي داخلين يعملوا حقن مجهري بالغصب عنهم عندهم ضغط نفسي، بس نخلي الموضوع ريليفد شويه ونخلي احنا متقبلين النتائج، هتلاقي الدنيا احسن بكتير ان شاء الله. اخر حاجه بقى اللي هي مهمه قوي قوي اللي احنا سيبناها لاخر، عامل السن يا دكتور ايمن. السن دي من اهم عوامل نجاح الحقن المجهري. طبعا السيده احنا بننصحها اوعي تستني لغايه لما سنك يكبر قوي وبعد كده تجري تدوري على الحقن المجهري. دورنا كاساتذه الجامعه بنقول للدكاتره برضو ما تسيبش العيانه تفضل تدي منشطات وعلاجات حتى لو ما عندهاش اي اسباب لغايه لما تجيب ال 35 سنه وبعد كده نفكر نعمل حقن مجهري. لا، احنا ضيعنا عليها فرصه عمرها انها تحمل بسهوله جدا. يعني بقول لجميع السيدات قبل ما توصل ل 35 سنه تكوني كملتي اسرتك كامله، مش عاوزه تجيبي عيال ثاني. يعني مثلا مش هنفضل ناخد علاجات ومنشطات ونتابع تبويض الى لغايه فين؟ يعني سنه اتنين خلاص كفايه. احنا الفتره اللي ممكن يحصل فيها حمل بسهوله جدا العشرينات، نيجي بقى لغايه من 30 ل 35 دي فتره كريتيكال لازم نلحقها نستغلها كويس جدا، ما نسيبش نفسنا وننسى وفي الاخر بعد ما نضيع كل حاجه نيجي ندور. احنا في بعض المراكز بعد سن 37 سنه ترفض تعمل الحقن المجهري، في بعض المراكز في الاربعينات تقول لك ما فيش. اه طبعا، ليه؟ لان النسبه بتقل جدا جدا. بس هل من حق العيان يحاول؟ اه طبعا من حق العيان يحاول اكيد. يعني مش هيجي لك عيان عنده مثلا 41 42 45 ويقول لك انا عاوز اعمل، لا، هنقعد وهنعمل له كونسلنج كويس ونفهمه نسبه النجاح قد ايه ونعمل ايه، وبعد كده على حسب رغبه المريض، يعني عشان يبقى عارف. يعني ده نون ايثيكال ان احنا نقول له ما تعملش، لازم على حسب رغبته بس يبقى فاهم ايه. انما النصيحه الذهبيه لجميع السيدات، اوعي تضيعي عمرك في علاجات بدون اي نتائج. مش هنا سنه اتنين تلاته مفيش نتيجه، لا، نلجا للحل السهل بتاعنا اللي هو الحقن المجهري قبل ما نوصل لمرحله ان احنا الحقن المجهري، لان المخزون مبيض كل شويه بيقل، فيبقى احنا كده بنضيع عمرنا. ومفيش برضه دكتور يمشي مع الحقن كتير، لا، احنا خلاص في سكه سهله وبنجيب نتائج سهله، نقصر الطريق وما نطولش. دي حاجه مهمه جدا يا دكتور عيب. ضيفي العزيز الذي ابدع اليوم، ضيفي العزيز دكتور الاستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب، نورتنا وشرفتنا وابدعت كالعاده. شكرا يا دكتور ايمن، كتر خير، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. التهاب الخصيتين بيحدث في ثانيه، ودايما كان يقولوا لنا اساتذه الذكوره، وانا هسال ضيفي العزيز واستاذنا في الحكايه دي، يقول له ايه هي الجمله بتاعت زمان اللي هي الميكروب يدخل الخصيه يلبت فيها دي، صحيح؟ التهاب في الخصيه، لو الالتهاب ده قفل الشرايين بتاعت الخصيه، بيحصل نوع من انواع ان الدوره الدمويه بتاعت الخصيه بتقل، وبالتالي بيحصل ضمور في الخصيه. وان لم يحدث ضمور في الخصيه فهيحدث. اهلا بكم في هذا الحوار المهم جدا جدا، هنتكلم على التهاب الخصيتين. وخلي بالكم الموضوع ده في منتهى الاهميه، انا عايز اتكلم من منطقه مهمه. شاب او راجل متجوز وعينه زيخ، اتكلم بصراحه يعني. طيب
التمن ايه؟ التمن غالي جدا، اغلى مما تتخيل. بسافر سفرية قال لك انا يعني من السفرية ده من الغباء يعني، انا معقول هكون في البلد دي ما يكونش ليا يعني حركة من حركات الرجالة؟ وللأسف احنا يبدو ان احنا عندنا يعني في دماغنا ترسخت افكار لازم تتغير، ليه ان الراجل اللي يغلط ومفيش مشكلة، والراجل يعمل حاجة غلط وعادي وتعدي الأمور، وأنا أعمل لكن مراتي ما تعملش. ما طبعا أنت لا تعمل ولا مراتك تعمل، يعني ما هو طبيعي. أنت مراتك امرأة ست، الموضوع الشرف عندها مهم جدا، والراجل كمان لازم يكون موضوع الشرف عنده مهم جدا جدا. التمن غالي قوي يا جماعة، لأنه لما بيعرف واحدة من الهوكرز أو من بائعات الهوى دول لازم يكون عندهم انفكشن. تقوم تقول لي لا ده في أوروبا، يبقى أنت بتخرف أو أولا تتكلم دكتور، يعني أنت بتناقشني كده وأنت أنا بكلمك وأنت تقول لي لا لا ده دول ميون أو عندهم بيراعوا. طبعا ما فيش الكلام ده خالص، ده بائعات هوا. يراعوا إيه؟ واحدة بايعة شرفها بتبيع نفسها، أنت متخيل إنها تحافظ على صحتها؟ طب حتى لو يعني في حتة وبتحافظ أو عندهم بروتوكول وبتاع والكلام ده كله، الفيروسات ما عندهاش يا بابا الكلام ده خالص. الفيروسات بتدخل. واحد يقول لي بلبس كوندوم، المفاجأة اللي هقولها لكم إن الكندم ما بيقيش من أمراض الجنسية زي ما الناس فاكرة، قليل قوي. يعني الكندم بيقي من الجنورية، من السيفلس، من الحاجات الكبيرة، الميكروبات الكبيرة حجما، لكن ما بيقيش من الميكروبات الصغيرة زي الفيروسات. فتنبهوا، الأمر خطير. التهاب الخصيتين بيحدث في ثانية. ودايما كان يقولوا لنا أساتذة الذكورة، وأنا هسأل ضيف العزيز وأستاذنا في الحكاية دي أقول له إيه هي الجملة بتاعت زمان اللي هي الميكروب يدخل الخصية يلبت فيها، دي صحيح؟ يلبت فيها، ما هي اند ارتريس فبيلبت ده، ولا بيلبت في البروستاتا؟ انا عايز افتكر المعلومه الصح. اسال ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره، الاسم الكبير في هذا المجال، استاذنا الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال. اهلا بيك يا دكتور عماد. اهلا دريما، منور الساده المشاهدين جميعا. الله يخليك، انا بشكرك على اختيارك للمواضيع. لكن انا عايز قبل ما نبدا في الموضوع، صحيح الميكروب يدخل يلبت في الحته دي؟ يلبت في البروستاتا، مش كده؟ لان هي دايما حته مستخبيه وليها نوع من انواع الاغشيه اللي بتحطها، وفي غدد كامنه بتفرز افرازات اللي هو السائل المنوي، فدايما لما بيحصل فيها التهاب كتير قوي بيبقى مزمن. فدي ينطبق عليها كلمه هيلبت بالظبط. الفيروس بالظبط كده. بس فعلا اللي انا قلته صح؟ اكيد. ده موضوع التهاب الخصيتين، ده موضوع مهم جدا، موضوع خطير جدا، تمام؟ لان هو التمن ان احنا الخصيه حصل فيها التهابات، ممكن يتم تدميرها من الالتهابات دي. ويتم تدمير الخصية معناها ان انا بتكلم عن فقد كفاءة جنسية وكفاءة انجابية. كفاءة انجابية عشان المصنع اللي بتتكون فيه الحيوانات المنوية اثر، وكفاءة جنسية عشان هرمون الذكورة اللي بيطلع من الخصية دي وليه علاقة بالانتصاب وليه علاقة بالرغبة الجنسية وليه علاقة بافراز السائل المنوي اثر برضه. فدايما احنا بنهتم بالقصة دي لان مضاعفاتها خطيرة وبعيدة. موضوع التهاب الخصيتين ده موضوع كتير قوي بيحصل، وكتير في فترة النشاط الجنسي. ايه فترة النشاط الجنسي؟ فترة الشباب والبلوغ وفترة المتوسط العمر، لان دايما بيبقى فيها نشاط جنسي زائد. الموضوع ده احنا بنقسمه سببه لمجموعتين زي ما حضرتك ذكرت. 50% منه ميكروبات تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. اتصال جنسي مش مظبوط، تمام؟ دايما بينقل الميكروبات خارج النطاق الزوجي. بالظبط، خارج النطاق الزوجي بينقل الميكروبات دي، ايا كان الميكروبات دي فيروسات، نوع من انواع البكتيريا زي السيلان وزي الزهري وزي الكلاميديا، مجموعه كبيره قوي من الميكروبات. على فكره مجموعه الميكروبات اللي بتنقل بالسكس اسمها سيكشوالي ترانسميتد ديزيز. دول في يوم كده تكونوا قاعدين معانا من اول النهار ارصهم لكم، ده كتير جدا. بالظبط، فدي مجموعه كبيره قوي. الكلاميديا وتراكم بالظبط، وفيها بقى المجموعه بتاعت الفيروسات، مجموعه الفيروسات كتيره جدا بقى، الهيربس والهيمبابيلوما والكوندايلوما اكيوناتا، مجموعه كبيره قوي من الميكروبات. فدايما 50% من اسباب التهاب الخصيه من الميكروبات المنتقله عن طريق الجنس. ال 50% الثانيه ميكروبات يوروباثوجنز، او بيقولوا عليها ميكروبات بوليه، يعني واحد عنده مشاكل في البول، عنده مشاكل في الكلى، عنده حصوات، عنده التهابات متكرره في المثانه، دايما وجود صديد في البول دايما عرضه انه يعمل لي يخش على الجزء التناسلي البروستاتا والحبل المنوي وروح للخصيه ويعمل التهابات في الخصيه ويعمل التهابات مزمنه في البروستاتا. فده جزء برضه مهم قوي، ليه ناسه وليه اسبابه وموجود.
فالموضوع بتاع الالتهاب كتير قوي بيحصل في الشباب ايا كان سببه ده او سببه ده. خطورته طبعا تاثيره على الخصيه بدرجه كبيره جدا، وتاثيره على الكفاءه الجنسيه والكفاءه الانجابيه، ولازم نشخصه بسرعه، والافضل ان احنا نقي منه دايما. احنا في الالتهابات والميكروبات بنقول الوقايه خير من العلاج، ان احنا بلاش نعمل علاقات جنسيه غير مظبوطه، وبلاش ان احنا نعمل اي حاجه زي كده. ولو عندنا مشاكل في البول، عندنا مشاكل في الكلى، نبدا نعالجها بسرعه عشان ما يحصلش مضاعفات، لان ما بتحصل مشاكل صعب ان احنا نحلها. اعراض الالتهاب ايه؟ الاعراض السريعه جدا ان احنا دايما التهاب في الخصيه، بيحصل تضخم في الخصيه والم شديد جدا دايما في الخصيه، ومصحوب بارتفاع في درجه الحراره، ودايما مشهور قوي لما نسال في حرقان يقول لك اه في حرقان في البول. واحيانا ناخد تاريخ مرضي لعلاقه جنسيه كانت قبل الموضوع ده باسبوعين، باسبوع، بخمس ايام، ايا كان على حسب الميكروب، ويبدا الخصيه تتورم ويحصل لها التضخم ومع ارتفاع في درجه الحراره. لما بكشف على الخصيه بشوفها فعلا بلاقي فيه احمرار وتورم في الجلد وانتفاخ، بنعمل تحليل بول نلاقي فيه صديد، نعمل اشعه على الخصيه نلاقي فعلا في التهاب في الخصيه والدوره الدمويه بتاعتها زياده شويه، وفي انتفاخ في الخصيه. موضوع التهاب الخصيه ده موضوع مهم جدا، زي ما ذكرنا في حلقه سابقه عن التواء الخصيه. دايما اي الم في الخصيه نخلي بالنا انه ما يكونش التواء، لان الالتواء اخطر من الالتهاب. مش الالتهاب ممكن اعالجه النهارده بكره بعده، مش اخطر في المضاعفات في التشخيص، لا اخطر في المضاعفات. الوقت مهم جدا. الالتهاب هياخد وقته براحته، يومين ثلاثه هيتعالج، لكن الالتواء لازم اشخصه بسرعه جدا. فدايما الاعراض دي بتحصل وبتبقى كتير قوي، التاريخ المرضي موجود كتير قوي، بيبقى الموضوع مزمن، يعني يقول لك لا ده انا حصل التهابات كده مره واثنين وثلاثه وحصل. الحاجه اللي احنا عايزين ناكد عليها وخطيره جدا، تمام، التهاب الخصيتين المتسبب من التهاب الغدد النكفيه. التهاب الغدد النكفيه المامبس زي ما بنقول عليه بيحصل للشباب، اللوكامي بالظبط، بيقولوا عليه ابو اللوكيم او اللوكامي او ايا كان المسمى، اللي هو بيحصل انتفاخ للغدد النكفيه. الغدد النكفيه دي موجوده هنا كده، وخصوصا في فتره سن المراهقه والبلوغ. حوالي 70% من الحالات اللي بيحصل فيها كده في سن المراهقه والبلوغ، دايما الميكروب ده بيحب نسيج الخصيه قوي، فتلاقيه اول مضاعفات يقول لك الولد جالي ابو اللوكيم والخصيه ورمت خصيتين. فدايما الميكروب ده خطير، دايما تلاقيه بيدمر الخصيه بسرعه، فدايما يحصل معاه التهابات في الخصيه. فدايما نخلي بالي حصل التهاب نعالجه بسرعه. الخصيه ياما المامبس ده بيجي لها بيحصل لها تليف، الانسجه بتاعتها بتضعف جدا وتقل في الكفاءه بتاعتها. عشان كده ما يجي لنا واحد بقى عنده تاخر في الانجاب او تحليله ضعيف جدا او فاضي من الحيوانات المنويه، ابدا اخد منه مرض. حصل لك التهابات في الخصيه زمان، يقول لك زمان كان حصل لي اللوكيمي وبعد كده الخصيه ورمت ومش عارف حصل فيها ايه، ده مامبس. والتشخيص المامبس يعني ياما بنشوفه دايما ما بنلاقيش اي حيوانات في الخصيه، يعني بتبقى تليف بشكل غريب، يعني ميكروب عنيف ما بيسيبش حته في الخصيه الا ما بيأثر عليه. فعشان كده المامبس ده خطير، فبننبه يا جماعه خلوا بالكم المامبس ده لما يجي نشخصه بسرعه عشان ما يروحش للخصيه. فدي ملحوظه ومعلومه مهمه جدا ان احنا في التشخيص نخلي بالنا فيها. بعد ما طيب انا دلوقتي الفحوصات هعمل له ايه يعني؟ بس كده ولا لا؟ الفحوصات ان احنا بنعمل تحليل البول وبنعمل التشخيص بتاع الاشعه التلفزيونيه، نقدر نشخص الالتهاب ده مع التاريخ المرضي. المضاعفات ايه خطورتها بقى؟ خطوره المضاعفات دايما ان احنا التهاب في الخصيه، لو الالتهاب ده قفل الشرايين بتاعه الخصيه بيحصل نوع من انواع ان الدوره الدمويه بتاعه الخصيه بتقل، وبالتالي بيحصل ضمور في الخصيه. وان لم يحدث ضمور في الخصيه فهيحدث قله او ضعف في كفايه الخلايا المنويه اللي بتكون الحيوانات المنويه، وبالتالي القدره الانجابيه هتقل. يعني بمعنى ان انا لو عندي الخلايا المنويه دي هتقل للنص او تقل للربع، وبالتالي ممكن عدد الحيوانات المنويه لو عملت تحليل للشخص ده اللي حصل له التهاب هنلاقيه قليل جدا، وممكن تنعدم الحيوانات المنويه من الخصيه تماما. ونبدا ندور على الحيوانات المنويه في الخصيه، حتى وسائل الحقن المساعد والحقن المجهري ممكن ما نعرفش نعملها، لان مش لاقيين حيوانات حتى مش في التحليل، لا ده في الخصيه. فدايما اخطر مضاعفات ليه اللي هو ضمور الخصيه وفقد القدره الانجابيه او ضعف القدره الانجابيه بشكل كبير جدا. فعشان كده احنا بنهتم بالالتهابات دي بسرعه. احيانا الالتهابات دي ما تاثرش على الخصيه كمصنع، يعني تفضل الخصيه شغاله وكويسه، لكن يحصل حاجه، يحصل انسداد في القنوات المنويه، الحبل المنوي يتسد، نبص لا الشخص ده تحليله فاضي والخصيه كويسه جدا لكن ما فيش اي حيوانات طالعه، لان الالتهاب سد له البربخ او سد له الحته اللي بتعدي فيها الحيوانات المنويه. فبنقول عليه تاخر انجابي، غياب للحيوانات المنويه انسدادي.
في سد حصل، وده هيحتاج ان احنا نبدا نعمل عمليه تسليك للحبل المنوي ده، واذا ما عرفناش نعمل التسليك ده ناخد حيوانات منويه من الخصيه ونعمل بيها حقن مجهري. السؤال المهم ازاي نعالج؟ طيب موضوع العلاج دايما ان احنا بسرعه نشوف علاج الميكروبات. لحسن الحظ معظم الميكروبات الجنسيه يعني جبانه في العلاج، مضادات حيويه بسيطه جدا بتضيعها بسرعه، بس مهم التشخيص. يعني لك ان تعلم ان السيلان حقنه، ثلاث كبسولات من بعض الادويه تنهي السيلان، فالموضوع بسيط وسهل بس نشخص بسرعه. على فكره الزهري رجع تاني. الزهري بعد ما اختفى دلوقتي بدات حالات تبدا تظهر، يعني بعد ان احنا بقالنا 10 سنين بدانا حتى في تدريسه للطلبه نقول خلاص ده موضوع مش مهم بلاش نضيع فيه وقت، دلوقتي لا في حالات بتتشخص، لان ده طبيعه الميكروبات المعديه انها ممكن يجي لها فترات من الزمن تقل ومره تنشط نشاط زياده نتيجه لاختلاف الثقافات لمشاكل معينه ممكن تحصل. فدايما تشخيص ان احنا نعملها ونعالج بسرعه، ندي مضادات حيويه للميكروبات الجنسيه دي، او لو ميكروبات بوليه جايه من مشاكل في البول ان احنا لازم نعالج، ونعالج السبب بتاع الناس اللي عندهم حصوات في الكلى، حصوات في الحالب، التهابات متكرره في المسالك البوليه بتعمل التهاب الخصيه، فلازم نعالجهم ونشوف مشكلتهم ايه بسرعه. بعد ما بنعالج ان احنا بنحاول ندي تعليمات ونخلي الشخص ده يتابع عشان الموضوع ما يتكررش. لو انا عندي مشكله مش بس في الالتهاب، في القدره الانجابيه هنبدا نتعامل معاها بادويه تنشط الخصيه من جديد وتحسنها، او ان انا احتاج اعمل له حقن مساعد عشان اخليه يخلف. حقيقه بتسعدني دايما بحواراتك، بتسعدني وبتبهرني باختياراتك كمان لمواضيع مهمه للغايه، وخصوصا لازم نجمع المواضيع بتاع الدكتور عماد بيه. التواء الخصيتين ده موضوع مهم جدا النهارده، التهاب الخصيتين لازم الاثنين يتجمعوا مع بعض في موضوع واحد، برضو تاخر الانجاب او تاخر البلوغ. اسف تاخر البلوغ، تاخر الجنسه ده ضغط، تاخر البلوغ هيجي بعدين تاخر انجاب اكيد، صغر حجم الاعضاء التناسليه، المجموعه دي مرتبطه ببعضها، لازم نفهمها كويس جدا جدا، لكل اسره كل اب وكل ام لازم يفهموا الكلام ده كويس قوي. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. يبقى للرجل ما تلعبش بديلك، الثمن غالي، لم نفسك يا عم الحاج، لم نفسك لازم تبقى فضيحه، فضيحه انفكشن، تاخد مضاد حيوي وبيتكتب فيه بامفرت، مراتك بتقرا البامفرت فتقرا المضاد الحيوي مكتوب لعلاج الامراض التناسليه المعديه. خليكم معنا سلام. اهلا بكم. الفيديو ده يعلمني حاجة ويعلمنا كلنا حاجة واضحة جدا جدا، إن الإنسان ممكن يتقبل أي حاجة، أي حاجة في شكل شريك حياته إلا الأسنان. الأسنان هي اللي ممكن تأثر في الإنسان تأثير كبير جدا، فتخليه ينظر لشريكة حياته أو تخليها تنظر لشريك حياتها بطريقة يعني فيها نفور شديد جدا. الراجل ما اتأثرش ولا احنا اتأثرنا على فكرة بانها ده مش شعرها، دي باروكية، كل الدنيا بتلبس بواريك وشعر ناعم خشن، شعر كيرلي خشن، في ناس بتحب الشعر في قصير طويل، في ناس بتحب الشعر القصير. الرموش مش ما فيش رموش، في رموش، مكياج ما فيش مكياج، المناخير طويله المناخير قصيره، المناخير فيها سنه هامب، في يعني انا واحد من الناس بحب المناخير اللي فيها هامب، حتى في الستات بحب الست اللي مناخيرها فيها بتشدني بحس انها اتراكتف. الا السنان، اول ما حمل السنان هو ردود فعله عاديه في الاخر، لكن اول ما شال هو السنان هي عملت ايه؟ اغمى عليها، اغمى عليها صدمه، السنان يا جماعه السنان مفيش بعدها او مفيش اتنين يختلفوا على ان السنان الوحشه تدمر الشكل، لكن تختلف الراجل اللي غير شعر، في ناس في بنات كتير بتحب الراجل الاصلع، في بنات كتير تحب الراجل اللي شعره كيرلي مش ناعم، في ناس تحب الراجل اللي مناخيره كبيره، في ناس تحب مثلا البنت اللي التخينه شويه رفيعه شويه، مش فارقه دي ازواج، الا السنان مفيش ذوق عليه، كله متوحد فيها، كله متفق على ان السنان لازم تكون كويسه. واحنا اللي بنبوظ سناننا، يعني احنا بناكل سكريات وحلويات بالهبل
وبناكلها في اي مكان ومن غير ما نغسل سناننا بعديها، لان الحلويات والسكريات فيها عيب انها بتتاكل كتير عند الناس يعني في الزيارات، فمش هتقوم تغسل بقى سنانك بعد ما تاكل السكريات والحلويات، انت اكلتها وقعدت زي ما انت فبوظت سنانك. احنا اللي بنكتر من مشروبات الصودا والمياه الغازيه يعني بنبوظ السنان، احنا اللي بنكز على سناننا. ما تلاقيش يا اخي الشعب بيكز على سنانه، قليل قوي حكايه الكز على السنان دي. احنا في مصر الناس حتى ده يعني التمثيل كله كز على السنان. احنا اللي بنكتر من شرب العصاير المعلبه، اكتر شعب بيشرب عصاير معلبه، كل ده بيضر السنان. ولذلك انا بقول لكم السنان اصبحت في مصر مهمله بشكل كبير، رغم التقدم المذهل في عالم طب الاسنان، لكن برضه لسه في نسبه كبيره من المصريين ما اهتموش باسنانهم بالشكل الاكمل وما اهتموش بالصيانه. في شعبه كده من الناس طلعت صرفت شويه فلوس عملت سنانها شكلها كويس وما عملش مينتنس، ياخد العربيه فيها سنه الالف وسنه العشر تلاف وسنه المئة الف للعربيه الحديد، فاسنانك ديت لازم يبقى فيها سنه الالف والعشر تلاف والمئة الف بجد صحيح، لازم صيانه باستمرار، المينتنس الاستمرار الصيانه. النهارده عنواننا استمرار الصيانه، عنوان من العناوين المهم. اسمحوا لي نرحب بضيفتي العزيزه التي تبدع في حوارها وتسعدني دايما بهذا الحوار، دكتوره اسراء السعيد، منوراني في الناس الحلوه. ميرسي يا دكتور ايمن، ده نورك. قبل ما ابدا، هل الناس اللي انا بحكي عليهم دول بتوع الايه المينتنس بتاع الصيانه اللي هي استمرار الصيانه دول اكيد ريكوردد عندك؟ طبعا الناس دي ريبورتد، والناس ديت فعلا بيجوا. الناس بتتعامل مع اسنانها انها وانس اند فوريفر، وده مشكله كبيره جدا. كل واحد بيجي يعمل حتى الابتسامه هوليود، يعمل الحاجه يطلع مبسوط، بس برضو الفكره بتاعت ان احنا نروح لدكتور الاسنان واحنا ماشيين على رجلينا كده، لا، هي الناس لازم تروح لدكتور الاسنان وهي شريط المسكن ما بتشالش من جيبهم، او يكون جايب الصدفه، لكن يعني جايب ابنه مثلا، جايب مامته، جايب مراته، لكن ان حد يروح لدكتور الاسنان كده بكامل ارادته، لا، ده مش موجود، مش ريبورتد في الشعب المصري عندنا. دايما الواحد يروح بالعصايه، عصايه الالم. عصايه الالم اللثه من اكتر الحاجات اللي بتنضر اليومين دول. على فكره اللثه حاله مرضيه مهمه جدا. هبدا الاول بالمشهور قوي اللي هو نزيف اللثه، ناس بتشتكي منها. موضوع اللثه ده يا دكتور ايمن موضوع كبير، والمفروض ان الناس تستوعب ابعاده، لان الناس دايما شايفه ان اللثه دي حاجه سكندري او حاجه مش ذات قيمه، وبيهتموا جدا بالاسنان. هو احنا طبعا اكيد بنبقى مبسوطين ان حد يهتم باسنانه، بس اللثه حاجه مهمه. اللثه ديت هي ببساطه هي الشاسيه اللي شايل الاسنان دي كلها. لو الشاسيه ده جرى له حاجه تاكد ان اللي متشال ده هيقع، مش هيعيش. ان احنا نروح للدكتور ونهتم بالتنظيف بتاعنا، وان احنا نهتم بتنظيف الاسنان في البيت، ده موضوع الناس بتكسر عنه قوي، وده برضو موضوع من اول التربيه من واحنا صغيرين. دايما الناس اللي والدتهم او والدهم الاطفال بيوضح لهم لازم نغسل اسناننا قبل ما ننام، لازم نتمضمض كويس، يجيب لهم معجين اسنان بفليفرز، يعني مثلا بطعم الكولا، بطعم اللبان، بطعم النعناع، بطعم واتيفر، بيكبروا هما مهتمين بسنانهم اوتوماتيك. زي اللي بيعود اولاده ان هما قبل ما يناموا ان هما مثلا يغيروا هدومهم، ان هما يقلعوا الشراب، واتفر ايه هو العاده اللي بتعودها للطفل من هو صغير، لازم يبقى غسيل اسنان كده. للاسف احنا كشعب ما عندناش الموضوع ده مترسخ في تربيه اولادنا، فبيكبر صعب ان انت تقوله بقى ابدا اغسل سنانك. بس احنا لو غسلنا اسناننا من واحنا صغيرين العاده دي هتكمل معانا، واكيد صحه اسناننا وصحه الفم هتبقى احسن والريحه هتبقى احسن. طيب ايه بقى الموضوع من اوله علشان الناس لازم تعرفه صح؟ اول حاجه فرشه الاسنان نشتريها ازاي؟ فرشه الاسنان لازم تبقى سوفت، ما ينفعش نجيب ميديم، ما ينفعش نجيب هارد. لازم تبقى سوفت، لازم تبقى حجمها صغير، ما نجيبش اللي حجمها كبير قوي. لازم الشعر بتاعها من قدام يبقى طويل شوية عشان لما نيجي نغسل الضروس اللي ورا تعرف تدخل الفرشة لحد ورا. ده بالنسبة للفرشة. أما بقى نوع الفرشة أو ماركة الفرشة ده موضوع سكندري، مش في نوع معين احنا بنشجعه. وطبعا لو جبنا الفرشة اللي فيه في الظهر بتاعها حتة خشنة كده أو حتة محببة دي لغسيل اللسان، ده يبقى كده جميل قوي. واهم حاجه لازم نعرف ان الفرشه دي ما بتعمرش معانا،
يعني ما ينفعش تفضل فرشه واحده عدادي. متعودين في ناس عندها فرشه متعودين عليها وفي عيله عندها فرشه ايوه وانا بحب اللون الاحمر هتفضل طول عمرها الفرشه الحمراء معايا لا الفرشه لازم تتغير كل 3 4 شهور في 3 4 مثلا يعني في عيله عندها فرشتين والناس اللي بتدخل يمسك اي عادي على فكره في كده في كده على فكره فعلا دي انا شفتها والله انا ما يخطرش والله العظيم هو انا بحكي والعيله كلام سمعته كده ايه طشاش يعني لكن انا ما يخطرش بين حد يعمل كده لا بيعملوا كده وبعدين يعني احنا بنصرف الف وقليل وكتير يا جماعه ما ناس مهما كان برضو مستواها الاقتصادي في ناس غلابه بس الفرشه مش غاليه في فرش بجنيه ونص مش في يعني مش لازم نروح نجيب اغلى نوع ونقول الفرش غاليه وضلعانه لا على فكره الموضوع مش كبير بس يا جماعه الفرش بتترمي بعد 3 شهور ما ينفعش ان احنا ليه لان بيترسم جواها انواع من البكتيريا انت لما بتنقلها لبقك تاني انت حالتك بتبقى أسوأ ما بتتحسنش ما ينفعش لو واحد جاب فرشه ب 10 جنيه مش حلوه رضا حلوه طبعا ب 10 جنيه دي مش وحشه وهقول لك تعمل ايه لو ما لهاش ظهر لان اللي ليها ظهر دي غاليه شويه هقول لك تعمل ايه لو ما فيش فيها الظهر دوت علشان مش لازم نجيب حاجه غاليه احنا لازم نهتم بالنظافه من غير ما نعقد الامور ونقول اصل الفرش غاليه لا الفرش مش غاليه والحلول سهله كتير كده احنا السواك حاجه حلوه جدا جدا على فكره ده جواه انتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب وفي فازوكونستريكتورز وسنه فازوكونستريكتور يعني قابض للاوعيه عشان يقلل الناس في السواك ده حاجه جميله قوي بس على فكره السواك بيتقص بيتقص ما بيكملش بيه فوريفر طيب احنا دلوقتي نرجع ليه اللي بيستخدموا السواك على فكره حريف فاهمين بيتعاملوا معاه ازاي غير الفرشه طبعا علشان وغالبا بيبقوا السعوديين او الخلايج عموما بس احنا في مصر هنا موضوع السواك عندنا مش مشهور خالص لا المتدينين بيستخدموا ممكن بس تصدق انا كنت في المانيا قريب ان السواك في المانيا مشهور طبعا وغالي جدا على فكره يعني انا ما قدرتش اشتري فرشه سواك هناك تخيل غاليه موت اللي هو ايه انتوا بتهزروا يا جماعه ايه الارقام دي احنا عندنا على الرصيف حضرتك لا هو على فكره كمان الدول الاوروبيه ابتدت تتجه للسواك لان هو فعلا نتائجه جميله جدا بس هو لازم يتقص ما بنستخدمهوش على طول وده بيحل لنا مشكله ان احنا نرمي الفرشه كل 3 شهور ممكن نستخدم السواك علشان ما نرميش الفرشه او عشان نرمي الفرشه احنا كده اتفقنا ان احنا هنجيب فرشه لكل مواطن وان احنا هنستخدم انواع مش لازم تبقى غاليه قوي بس لازم ان احنا تترمي سواء استخدمناها او ما استخدمناهاش هي هتترمي علشان بواقي الاكل المترسبه جواها دي لوحدها مصدر للانفكشن ومصدر للبكتيريا لو رجعناها بقنا تاني هنعمل مشكله اكبر من المشكله اللي احنا بادئين بيها اصلا طيب احنا دلوقتي لو ما عندناش الظهر اللي بيعمل اللسان وبينظفه هنعمل ايه هنلف على صبعنا حته شاش او حته قماشه خشنه مش ليفه مش ليفه حمى عشان دي برضو سمعتها شاشه خشنه وبنشد اللسان بتاعنا بنشده بشاشه برضو لان انت اول ما تمسكه هيفلت منك بتشده لبره وبتمشي عليه بصبعك الثاني اللي بلفوف عليه الشاشه وبتنضفه يعني موضوع مش ضخمه خالص ومش لازم ان احنا نقول لا اصل الفرشه اللي بنظهرها مش قادرين نشتريها لا وممكن نطلع لساننا لبره ونخليه يرجع بيحتك في الاسطح الاماميه بتاعه الاسنان العلويه بس موضوع سهل جدا طيب بنغسل اسناننا ازاي ده موضوع الناس كلها بتسال عنه بس انا شايفه ان هو ابسط من ان احنا نكون لسه بنسال عنه في 2020 بس برضو هنجاوب على السؤال ده احنا هنعمل ايه احنا الاول الاسطح الخارجيه كل الاسنان لازم ننام بالشعر بتاع الاسنان على اللثه وننزل لتحت ده بالنسبه للاسنان العلويه الاسنان السفليه بننام بالشعر لتحت ونبدأ نطلع لفوق في اتجاه اللسان علشان ننظف الأسطح الخارجية المصاعب في التشخيص اللي بتواجهك انتي ايه أسرار ايه اللي حواليها بص هو الصعوبة في التشخيص حاجتين ان المريض يكون جاي يعمل حاجة معينة ومش عايز يسمع اي حاجة تانية دي فعلا بتبقى مشكلة المشكلة التانية الأكبر منها ان عيان يكون جاي زارع فك كامل والزرعات فيها مشكلة ويقول لي ركبي عليهم زي ما هم دي حقيقي مشكله حقيقي ليه لان العيان بيبقى مش مدرك الزراعه دي بتمشي ازاي وانواعها ايه لازم يكون معايا نوع الزرعه لازم يكون معايا جزء اسمه الاباتمنت اللي هو اللي بيتربط على الزرعه الزرعات ليها اتجاه انا هعمل التركيبه دي سيمنتد ولا سكرو ريتيند يعني هعملها ملزوقه بسيمنت ولا هعملها ملزوقه بسكرو دي مشاكل كتيره بس العيان بيجي يقولك ايه انت حضرتك دكتوره بالفكره اللي انا هحط الزرع في اتجاه ايه عشان التركيبه يكون وضعها ايه ده اللي بياخد مني وقت مش الزراعه اللي بتاخد الوقت اللي بياخد الوقت التجهيز للزراعه واضافه العظم واستبعاد العصب ورفع الجيب الانفي ده اللي بياخد الوقت في الشغل
فالمشكله اللي بتقابلنا مع التشخيص او مع بعض المرضى انه يجي يقول لي ايه، لا وحضرتك يعني ما ينفعش تبقي دكتوره معروفه ومش عارفه تحلي مشكله الزرعة الملخلخه او الزرعة اللي عظمها متاكل او او او، لا هي فعلا مشكله، وكمان مش معايا نوع الزرعة، يعني انا حتى عشان افك الزرعة واشيلها دي بتبقى صعبه، على الاقل بلد المنشا، على الاقل ابقى عارفه الزرعة ديت يعني اتجاه امشي فيها ازاي. وفي بعض الناس غصب عني بقولوا هنشيل الزرع ونحط زرعات جديده، الناس بتزعل من الموضوع ده، بس هو الموضوع ما يزعلش، هو حضرتك من الاول يا اما بتنقي الدكتور صح وبتتعامل معاه وهو اللي ياخد الموضوع فروم اي تو زي، يا اما لما تروح في نص الطريق لدكتور تاني يكون معاك فول داتا، انا هعمل ايه، الزرعه ديت وضعها ايه، معايا انا اللي بعمل الاشعاعات، انا اللي بقول لك هات لي النوع، هجيب الاباطمنتس قد ايه، هشتغل بتكنيك ايه، ده كله موضوع غصب عني. ده المشكله الحقيقيه، انك تقنع المريض ان انت في مشكله انا جاي احلها مش انا اللي عاملها، دي اللي بتاخد معانا او دي المصاعب اللي بتقابلني حقيقي في الزراعه. نام بالفرشه بيقلل فرصه السكر، بيقلل فرصه مرض السكر. علشان خاطر اكيد احنا بنحافظ على الاسنان بتاعتنا، بنقلل البلاك، بنقلل المكان بتعيش فيه البكتيريا، بنقلل بنخلي مناعه جسمنا افضل، فاكيد بيبقى نبعد عن امراض كتير. الالتهاب بتاع السنان بيلعب دور كبير في تطور مرض السكر كمان طبعا. وجدوا انه في علاقه بين التهابات الاسنان والبكتيريا اللي بتيجي بتروح على البنكرياس تعمل التهاب فيه. والصمامات بتاعه القلب على فكره والحاجات طبعًا. دي الناس احنا مش بنقول كلام مبالغ فيه احنا عندنا نوع البكتيريا اللي بيعمل خشونه في صمامات القلب وبيعمل مشاكل، بيعمل مش خشونه، بيعمل التهاب في التهاب التهاب وتليفات في صمامات، بيعمل بيعمل مشاكل في صمامات القلب بيعمل التهاب مفصل ايه في صمام القلب ده، النوع البكتيريا دوت هو اللي موجود في الجير فتاكد ان انت لو شلت الجير اتاكد هتقلل المشاكل اللي بتحصل او هتحصل في القلب. وارجوك لازم تبلغي لو انت بتاخدي دواء الغده الدرقيه اللي هو الالتروكسين، لازم تبلغي دكتوره الاسنان بتاعتك عشان ده بيناسب نوع معين من التخدير. يا ريت. واللي بياخد اسبرين هو مريض لزوجه مش سيوله، عشان انا طول النهار بشطب على الفايلات وبكتب يا فندم دي اسمها لزوجه مش سيوله، اللي عنده سيوله ده اللي هو عنده هيموفيليا او امراض ثانيه دي قصه كبيره، اللي بياخد اسبرين هو مريض لزوجه. لا ما شاء الله، زي ما انا برضو جوايا دكتور سنان، انا جوايا دكتورة بطنة صغنطة كده نبتة دكتورة بطنة. نورتيني يا دكتور ايمن، بنورك بحوارنا كالعادة مع ضيفتي العزيزة دكتورة اسراء السعيد، كانت في حوار ممتع للغاية في الناس الحلوة، خليكم خلي بالكم من سنانكم، خليكم مع الناس الحلوة.